بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من سهرة مع. النهاردة هيكون معايا أحد نجوم كرة القدم المصرية، واحد من أساطير رؤوس الحربة اللي لعبوا في مصر خلال السنوات الأخيرة، واحد من أهم اللاعبين اللي لعبوا في النادي الأهلي أو منتخبنا الوطني، بلس 90 أو زائد 90، النجم عماد متعب هيكون معايا بعد قليل في حلقة مهمة جدا 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 ينتظرها كثير من جمهور النادي الأهلي النهاردة. عماد متعب هنتكلم معاه في كل شيء، هنتكلم معاه في النادي الأهلي ورحلته قبل النادي الأهلي وأثناء عمر طويل جدا جدا أثناء وجوده في النادي الأهلي وبعد اعتزاله كرة القدم، وطلع ببعض التصريحات خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا. نتأكد بقى إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية من النجم عماد متعب. عماد متعب النهاردة هينورنا ويشرفنا في برنامج سهرة مع في حلقة مهمة جدا 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 ينتظرها كل جمهور النادي الأهلي. هنتكلم عن الذكريات، هنتكلم عن أشياء كثيرة جدا جدا في هذه الحلقة. كالعادة دائما انا ما بعتذر لكل فريق الاعداد، بقول لهم يا جماعه معلش النهارده حلقه مهمه جدا، وبالتالي التعب اللي انتم تعبتوه خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا هنسيبه برضو النهارده، وهنسال اسئله الجمهور، اسئله حضراتكم من خلال هاشتاج اسال متعب، اسال متعب على تويتر وعلى صفحتنا الرسميه على صفحه قناه النادي الاهلي او صفحه قناه الاهلي. كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها ابعتوها لنا على صفحتنا الرسميه او على تويتر. وكالعاده يعني دايما احنا متعودين مع جمهور النادي الاهلي من خلال برنامج سهره مع كل النجوم اللي جم معانا خلال الفتره اللي فاتت، كل النجوم الحقيقه يعني سواء متولي او محمود متولي او مجدي قفشه او كل اللاعبين او اليو ديانج الحقيقه اللي كان متواجد مع النجم عمر ربيع ياسين، محمد هاني وكريم ندفد، وليد سليمان قبل كده، النجم النهارده عماد متعب ايضا النجم الكبير اللي كان متواجد في الحلقه السابقه كابتن وائل جمعه. النهارده برضو كنا متعودين مع كل هؤلاء ان دايما بيبقى ترند رقم واحد في مصر اسال فلان. فالنهارده معانا اسال متعب. جمهور النادي الاهلي كان دايما بيقول لكل النجوم اللي سبقوا واللي كانوا متواجدين معانا في سهره معه، كان بيقول لهم بيمسي عليهم كده، بيقول لهم مساء الفل، وبيفكرهم قد ايه جمهور النادي الاهلي هو ظهر وسند النادي الاهلي طول عمره وهيفضل كده. النهارده حلقه ينتظرها كل جمهور النادي الاهلي. الناس لما كتبت على تويتر وكتبت على الفيسبوك، الناس قد ايه مستنيه ومشتاقه لهذا النجم. أرقام كثيرة جدا جدا لهذا النجم، حاجات كثيرة جدا جدا جدا. عماد متعب الحقيقة كل ما الناس بتشوف متعب بتفتكر الحاجات الحلوة والأيام الحلوة اللي إن شاء الله بتتكرر خلال الفترة القادمة. عماد متعب 10 دوري، طيب 3 كاس مصر، 6 كاس السوبر المحلي، 5 دوري أبطال أفريقيا. عماد متعب 4 كأس السوبر الإفريقي، 1 كأس الكونفدرالية. تفتكروا طبعا أهداف كتيرة جدا جدا لهذا النجم هنتكلم عنها. 29 بطولة بس، ماشي 29 بطولة مع الأهلي طبعا النجم عماد متعب، 29 بطولة. هنتكلم في كل هذه البطولات، هنتكلم في أحلى الأجوان اللي جابها عماد متعب، أحلى الأجوان اللي عملها عماد متعب، هنتكلم في ذكريات كثيرة جدا جدا في هذه الحلقة، إن شاء الله حلقة تبقى ممتعة. قبل بس ما أروح لعماد، عايز برضو ومعلش أنا آسف يعني استحملوني اليومين ثلاثة دول، لأنه دايما الناس بتكلمني، دايما الناس بتبعت لي، دايما الناس بتسأل على المدير الفني القادم للنادي الأهلي. المدير الفني القادم للنادي الأهلي سوف يتم الإعلان عنه من داخل قناة النادي الأهلي إن شاء الله. قبل كده ما نقدرش نقول إيه اللي هيحصل أو الدنيا ماشية إزاي، كل الأمور زي ما حضراتكم عارفين وزي ما حضراتكم بتسمعوا. وخدوا برضو هنا من كل الأخبار من داخل قناة النادي الأهلي إن الحمد لله الأمور ماشية على قدم وساق، كل الأمور جيدة جدا. إن شاء الله بكرة هيكون هناك اجتماع، أعتقد أنا لسه مش عارف هل هو هيحصل ولا لأ، ولكن إن شاء الله في خلال الكام يوم اللي جايين هتبقى كل الأمور واضحة لحضراتكم علشان يكون هناك مدير فني قادم جديد للنادي الأهلي بعد انتهاء أو بعد توجيه الشكر لمستر مارتن لاسارتي اللي رأت لجنة التخطيط إن هو بعد نهاية الموسم. خدوا بالكم من الكلام اللي احنا دايما بنقوله مع حضراتكم، بعد نهاية الموسم مستر مارتن لاسارتي تم توجيه تقييمه، وبالتالي تم توجيه الشكر له من خلال لجنة التخطيط اللي شافت أن يتم توجيه الشكر لمستر مارتن لاسارتي.
ان شاء الله حلقه تبقى ممتعه، فمش عايز حضراتكم تستعجلوا بالنسبه للمدرب، لكن ان شاء الله في اقرب فرصه، ممكن بكره، ممكن بعده، ممكن الاسبوع اللي جاي، محدش عارف. هم 4-5 زي ما قلت لحضراتكم امبارح في بعد مباراه اطلع بره من جنوب السودان، قلت لكم امبارح ان شاء الله في خلال ايام قليله هيبقى هناك مدير فني للنادي الاهلي، وسوف يتم الاعلان الرسمي ان شاء الله من داخل قناه النادي الاهلي. مش عايز بقى اشوق حضراتكم، وانا عارف ان حضراتكم كلكم مستنيين نجم عماد متعب. هو صديقي يعني واخويا وكل حاجه بيني وبينه الحقيقه، بقالنا عمر طويل جدا وعشنا مع بعض ايام جميله جدا جدا جدا. هنتكلم في كل الذكريات، هنتكلم في كل شيء يخص كره القدم، هنتكلم عن النادي الاهلي، وهنتكلم عن حبه لهذا النادي الكبير، هنتكلم عن اللقطه الهامه جدا اللي بينه وبين حسام غالي، هنتكلم في كل حاجه. بعتوا لي كمان على هاشتاج اسال متعب على تويتر او على صفحتنا الرسميه على قناه النادي الاهلي، وهتظهر امام حضراتكم على الشاشه. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل النجم الكبير وواحد من رموز كرة القدم المصرية ورموز كرة القدم داخل النادي الأهلي ورأس حربة بمعنى الكلمة. هنتكلم معاه أيضا في أشياء كثيرة جدا تخص رؤوس حربة النادي الأهلي. بعد الفاصل النجم عماد متعب. عماد متعب، عماد مزعج، عماد مؤلم، هداف يا ابني، هداف بدرجة امتياز. عماد 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 يحيى عماد، ربنا يخلي فينا يا عماد. على شمال هوبا، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، عماد متعب. عماد متعب وهدف، هدف جميل 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 جميل. عماد متعب في فكره، في حتى لما قال الله عليك يا خلاص، الله عليك يا متعب. عماد يا خبر ابيض، فرح الاهلاويه، عماد عملها وكلمته قالها واحرز الهدف. عماد متعب، عماد مؤلم، النجم الكبير وأحد نجوم كرة القدم المصرية، والحقيقة قلبي من جوه الحقيقة أنا بحبه جدا النجم الكبير كابتن عماد متعب، مشرفنا ومنورنا النهاردة في سهرة معه. ازيك يا عمر؟ حبيبي يا كابتن اسلام، وانا اللي بتشرف بوجودي معاك طبعا وفي قناه النادي الاهلي وبيتك. بيتي طبعا. النهارده حفله على كل مواقع التواصل الاجتماعي بوجود عماد متعب النهارده في بيته الحقيقه في قناه النادي الاهلي. وقد ايه يا جماعه بس حاجات كواليس بتحصل. كلمت متعب قلت له متعب احنا عايزينك تبقى معانا يوم السبت في كذا كذا، قال لي خلاص اوكي، من غير كلام، من غير اي حاجه خالص. فجاه كده لقيت عماد متعب بيقول لي ايه، خلاص يا نجم معاك يوم السبت، خلاص يوم السبت الساعه كام؟ الساعه 11. المهم وانا جاي، انا جيت الساعه 10 ونص كده، لقيت عماد موجود قاعد. يعني عماد مشرف ومنور وسعداء جدا بوجودك، ودايما الحقيقه كل جمهور نادي الاهلي لما بيشوفك بيضحك بجد والله، او بيسمع اسمك بيضحك، يشوف او يجي اسم عماد متعب او يجي اي حاجه تخص عماد متعب بيبقى مبسوط. مقدر الكلام ده عماد وبتشوفه طبعا انت اكتر مننا؟ الحمد لله، يعني دي من اهم المكاسب اللي كسبتها في حياتي يا كابتن اسلام. اهم حاجه كسبتها في حياتي حب الجمهور. يمكن جمهور النادي الاهلي في اخر طول عمره بيساندنا وبيساندني انا بشكل شخصي، لكن يمكن اخر 3-4 سنين كان الامور بالنسبه لي كانت صعبه جدا في النادي الاهلي مع الجهاز الفني. يعني جمهور النادي الاهلي كان على طول هو اللي في ظهري، كان جمهور النادي الاهلي بيساندني حتى وانا قاعد على الدكه وانا ما بلعبش، في الشارع، في اي مكان. جمهور النادي الاهلي يعني ليه الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى على عماد متعب، على اسم عماد متعب، على اللي انا عملته في تاريخي كله. ده خلاني ان انا ما اقدرش حتى لما انا ما بقاش ليا دور في النادي الاهلي ان انا ما اقدرش اروح العب في اي مكان تاني غير النادي الاهلي. هنتكلم في التفاصيل. لا ما انا بتكلم، انا بقول لك ان جمهور النادي الاهلي، لا دي جمهور النادي الاهلي حاجه كبيره وحاجه عظيمه وشرف ليا ان انا في يوم من الايام انتميت للنادي الاهلي، كنت بلعب في صفوف النادي الاهلي وكان ورايا جمهور عظيم وكبير زي جمهور النادي الاهلي. ما زلت تنتمي للنادي الاهلي؟ طبعا طبعا. لا انا بتكلم كمان، انا بتكلم كملعب، انا بتكلم من ناحية الناحيه الفنيه في الملعب يعني. والحمد لله ان الواحد قدر يعني يخرج وعامل حاجات الناس تفتكره بيها بشكل كويس، وما اثرش على الحمد لله ما اعتقدش ان انا اثرت على
على مدار تاريخي مع النادي الاهلي، ولو كان في تقصير يعني هيبقى حاجات بسيطه يعني. طيب خلينا نفتح الحلقه كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف تقرير عن عماد متعب. عماد متعب هيبقى التقرير بتاعه طويل شويه، طويل قوي لانه اهداف كتير. ممكن اطلب طلب بس قبل ما نشوف التقرير اسلم على تمارا وسيلين بس طبعا قبل ما يناموا، قبل ما يناموا علشان هم بعد يعني هيتفرجوا شويه وممكن يناموا. ف تمارا سيسو وحشني جدا وربنا يخليهم لي. كنت طبعا لازم تجيبهم معاك النهارده على فكره والله، عايزين نحتفل لو كان بدري شويه والله كنت ممكن اجيبهم، لكن بس المشكله سيلين كانت هتسكت، تمارا ممكن تتكلم مش مهم تتكلم، لكن سيلين تقعد جنبي وتقدم الحلقه بالعكس ده كان نفسي تقعد جنبي وتقدم الحلقه يعني لكن انا عارف ان هم بيناموا بدري وربنا يخليهم لك. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ونشوفهم احسن بنات في الدنيا يا رب. ربنا يخليك. خلينا نبدا. 29 بطوله، اهداف كتير. انا لسه كنت بقول له احنا هنقعد ننام شويه لغايه لما نجيب لك الاجوان بتاعتك. خلينا نروح نشوف تقرير اولا عن النجم عماد متعب ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عماد زي ما انت سمعت كده في التقرير حاجه جميله جدا، الواحد جسمه اشعر كميه ده لسه كمان بيقولوا لي التقرير بتاع البطولات لسه قدامه يعني هناخد فيه وقت اطول شويه. ما نفسكش تلعب ترجع تلعب تاني؟ طبعا في البدايه لازم طبعا لازم اشكر، بس اشكركم على التقرير الجميل ده. ويعني بقول لك انا لما بقعد اتفرج على الحاجات دي انا الحمد لله بتبسط، بحس ان انا لا حققت حاجه، عملت حاجه، ما قصرتش في شغلي، اسعدت الجماهير اللي ادتني حاجات كتيره جدا جدا على مدار تاريخي. انك تبعد عنهم فجاه او تبعد عنهم وانت مش حاطط في دماغك ان انت هتبعد او تبعد عنهم بفعل فاعل، دي الحاجه اللي اثرت فيها بشكل كبير جدا. كان نفسي اكمل، كان نفسي اكون موجود لحد وقتنا هذا. انا حاسس ان لا كنت اقدر اكمل وكنت ابقى موجود يعني لو هندخل في تحدي يعني اديني شهر ونص شهرين واديني 3 4 ماتشات وديه وشوف وقيمني هقدر العب ولا مش هقدر العب. لكن خلاص انا كان في مدير فني موجود ما كانش حابب وجودي في النادي الاهلي. هنتكلم عن نقطه، انا بقول لك يعني الفكره ان انا حابب ارجع ولا لا يعني. فكان رافض وجودي في النادي الاهلي ومجلس الاداره قرر ان خلاص احنا مش عايزين عماد، يعني خد القرار بالتقرير اللي كان مكتوب. فما حسيتش ان انا قادر العب في حته تانية. عارف لو عارف يا كابتن اسلام لو حسيت ان في فكره طب روح مكان تاني، ولو انت لسه واقف على رجلك زي ما انت بتقول هترجع تاني، كنت ممكن اعمل كده، كنت ممكن اخد التحدي ده. لكن انت عارف ان هي ساعات بتبقى اكثر تقديرا منك انت، حتى بلاش من حد، منك انت، ان انت لما تسيب النادي اللي انت عشت فيه من وانت عندك 13 14 سنه لغايه لما بقى عندك كام، بطلت كام؟ بطلت 35 لغايه لما بقى عندك 35 سنه، ده مش عمر، ده اكتر من بالزبط. يعني من وجودك في بيتك. فلما يبقى عندك 35 سنه ويبقى مقدر ليك ان انت تبطل بالعافيه من قبل مدير فني، ولكن انت خدت القرار ان انا مش هلعب في نادي تاني. صح، ما اقدرش، مش هقدر يعني. بص مهما حاولت اقنع نفسي ومهما حاولت اقول لا انا قادر طب اكمل، مستحيل. ما حسيتش ان انا في اي نادي في مصر. فكرت الوقت ده عملت، كان بيجي لي عروض وناس بتتكلم معايا وكمل انت قادر انت انت لسه انت انت انا لما رحت للتعاون السعودي كان الـ الـ الاعاره انا كنت واخدها تحدي مع نفسي، مش ان انا اجيب اجوان. كان نفسي طبعا اجيب اجوان وكان نفسي اكسر الدنيا معاهم، لكن التحدي الاكبر ان انا قادر اجري ولا مش قادر يعني. عارف وصلت لمرحله ان انت هل ممكن اكون انا فعلا مش قادر اجري والجهاز الفني عنده حق. رحت هناك لما بتلعب فرقه متوسطه في الجدول المجهود بيبقى اعلى من مليون مره. طبعا انا لعبت ماتش بعد 10 ايام وكان بقى لي سنتين ما بلعبش، المهاجم اللي كان موجود صف في الدقيقه 35 وكملت انت طبعا المباراه بالظبط. لا هنقول شوط لعب 60 دقيقه المباراه اللي بعدها مع النصر السعودي 87 دقيقه المباراه اللي بعدها مع الفيصلي 87 دقيقه بعد كده 75 يعني الفكره كلها انا بقى لي سنتين ما بلعبش والمجهود عالي جدا وكنت قادر. ما سجلتش اهداف، او حظي الوحش ان الاهداف اللي سجلتها كلها كانت اوفسايد بس ما اختلفناش. الفكره كلها تقييمي من الناحيه البدنيه لا انا كنت واقف على رجلي. هو ما كانش ساعتها اعتقد الكابتن حسام البدري مش كده؟ كابتن حسام البدري وانا مش مطالب. هي النقطه كلها كابتن اسلام بس عشان الامور تبقى واضحه،
مفيش لعيب مطالب انه يلعب لو في 90 مباراه في الدوري نلعب 90 مباراه طبعا. مش مطالب ان انا العب المباراه كلها بشكل اساسي طبعا. مش مطالب ان انا اكون مشارك في كل يعني الفكره كلها المفهوم غلط من حقق ده في اتحاد جده طبعا اتحاد مع الاهلي في الدقيقه 92 الفكره كلها ان يعني الدقيقه كم ده 92 برضو يعني كنا متعادلين 1-1 وكسبنا 2-1 بالهدف اتحاد جده هدف من اغلى الاهداف اللي سجلتها هناك ويمكن كان لا بيعتبروك هناك في اتحاد جده حاجه كبيره جدا عملت طبعا. موسم الحمد لله رائع يمكن انتهى باصابه لكن كنت عامل موسم رائع مع اتحاد جده سجلت اهداف كتيره كنت فتره من فترات كنت هداف الدوري لحد قبل ما اتصاب لكن في الاخر موسم من اروع المواسم فزت ببطوله الدوري وللاسف خسرنا في نهائي اسيا كان نفسي تسمع الصوت ده لانه المعلق السعودي في هذه المباراه حبيبي تتهيأ عماد الله العمدة عماد جبت جون زيه في الاستقلال الايراني كنا بنلعب اتحاد جده برضه مع اتحاد جده في اسيا كنا بنلعب الاستقلال الايراني وعاملين مباراه جامده جدا دخل فينا هدف مش عارف دخل فينا ازاي مسيطرين على المباراه بشكل تام وسجلت هدف في الدقيقه 89 قريب من الطريقه دي بالظبط لميت الكوره برجل الشمال وبعد كده هشام بوشروان في الدقيقه 93 الهدف الثاني كسبنا 2-1 برده في المباراه دي مباراه من المباريات اللي انا بحبها جدا وهدف بالاهداف اللي انا ببقى مبسوط لما بشوفه لان كان في مهاره شغل. كان في مهاره لا ياما الاهداف هنشوف دلوقتي اهداف كتيره جدا وهنتكلم عن كل هدف ولكن خلينا نتكلم بما انك فتحت الموضوع ده نبقى نتكلم فيه يعني احنا كنا حاطينه لك في وقت تاني ولكن نتكلم فيه كابتن حسام البدري في وقت قرر ان عماد متعب مش قادر انت رحت التعاون وقلت لا انا مش مهم اجيب اجوان مش مهم اعمل اي حاجه ولكن العب بالظبط كان نفسي اجيب اجوان طبعا كان نفسي اساعد مع زمايلي عارف لكن في الاخر ما حصلش يبقى اعوض ده بالمجهود كنت بحاول اقدر عليه اعمله يعني لعبت مع اهلي ضد اهلي جده في جده مع اتحاد مع اهلي جده لعبت في اهلي جده 92 دقيقه لعب المباراه يعني انا رحت هناك 10 مباريات لعبت منهم 6 او 7 مباريات منهم يعني 90% من الوقت الاصلي للمباراه ده معنى بقالي سنتين ما بلعبش بقالك سنتين والمجهود مضاعف ما بلعبش خالص ولا كانت فترات يعني 3 دقايق في دقيقتين في 5 دقايق يعني على حسب بقى يعني انت هتتحرق ازاي قعدتش مع كابتن حسام الفتره دي قعدت معاه مش عايزين نغطي بس لكن اتكلم بشكل عام يعني قعدتش مع كابتن حسام انا اللي مزعلني من كابتن حسام ما قالكش حاجه عدم الوضوح سيبك يلعبني ما لعبنيش ما يفرقش معايا خالص عدم الوضوح انه كان بيتلكك لي عشان يعمل يعني يخلي شكلي وحش قدام الجمهور ان انا بعمل مشاكل مع اني كان في مشاكل تانية كبيره جدا ممكن تحصل في الوقت ده تعدي وتمر مرور الكرام انا لو رميت التيشيرت اللي هي بتاعه التسخين اللي هي ما لهاش اي معنى خالص وكلنا بنرميها لما بنيجي نسخن بس انا رميتها بعصبيه شويه لا تقعد ويشاور للجمهور بص هو بيعمل ايه عارف حاجات كلها طب انت عايز تاذيني ليه مع اني طلبت منك لو مش عايزني تمشيني تاني حاجه ان انا اتكلمت معاه في قصه اللعب انت اتكلمت معاه كده قلت له مش عايز لو انا ماليش دور مشيني سيبني كان بيقول لك ايه كابتن حسام لا انت هتلعب وليك دور سواء مش شرط تلعب اساسي ممكن تاخد وقت ما حتى الوقت ما كنتش باخده هي يعني الفكره كلها ان انا ما كنتش باخده لما رحت اتكلمت معاه دي كانت اخر مره بقى يعني انا اتكلمت معاه اكتر من مره قلت له يا كابتن حسام بص قال لي عماد وانت قادر تلعب ومش قادر تلعب قلت له يا كابتن حسام على فكره انت قلت لي الكلام ده وانا عندي 29 سنه قادر تلعب ده بيسالك يعني انت يعني انت هتقدر تلعب قلت له يا كابتن حسام انت قلت لي انت قادر تلعب وانا عندي 29 سنه انت لما مشكلتك لما بتكون عايز تقعد لعيب تقول له قادر تلعب تقول له انت قادر تلعب وتطلعه انه مش قادر ممكن تقول لي انت قادر تلعب لكن في نفس الوقت ما تلعبنيش ده حقك فاهم والكلام ده كان حصل وانا عندي 29 سنه عشان كان وقتها كان بيلعب سيد حمدي عليا وما كنتش بلعب قعدت فتره ما بلعبش لحد ما جبت جونين في تذكر الكيني وبعد كده رجعت العب تاني مش دي القصه فقلت له يا كابتن حسام طيب احنا انا شوفني ارميني في الميه ولو بعرف اعوم مش هغرق لو ما بعرف جمهور النادي الاهلي اللي واقف جنبي دلوقتي هو اول واحد هيقول لي بطل صح لو انا مش قادر صح راح بص على الجدول كده في جدول في الاوضه جوه عند كابتن سيد عبد الحفيظ وقال لي بص يا عماد في الجدول المباراه اللي جايه انت هتطلع بره السكور والثلاث مباريات اللي بعد كده هتلعبهم اساسي وريني قلت له هوريك يا كابتن قال لك كده واضحه وصراحه كابتن حسام موجود يعني ويقدر يكذب اللي انا بقوله يعني قلت له ماشي قال لي هتتمرن صبح وبعد الدور وهتطلع بره السكور الماتش فاضل اربع ماتشات لا كان لسه الدوري شغال بس هو حط لي على الجدول على الاربع ماتشات دول الماتش اللي جاي انت هتطلع بره السكور والثلاثه اللي بعد كده هتلعبهم حلو قوي وريني قلت له طبعا انا مش عايز اكتر من كده خليني العب مع الفرقه الاساسيه
زي ما انت بتتشكيل ماتشات في الدوري يعني هتلعب بالظبط بشكل رسمي. قلت له ما عنديش اي مشكله وانا قابل التحدي ده، ولو انا قصرت خلاص واضح قدام الناس كلها ان انا مقصر. طلعت بره السكور الماتش اللي عادي جدا وبتمرن وموت نفسي وكل الماتش اللي بعده ما لعبتش ولا ثانيه. دخلت له جيم قلت له يا كابتن حسام انا اتفقت مع حضرتك وكان في كلام رجاله بيننا وبين بعض وما تنفذش يعني. قال لي معلش عماد ظروف الماتش ومش ظروف. قلت له ظروف ايه؟ انا ما اتفقتش معاك ان انا اقعد احتياطي وانزل، انا متفق معاك ان انا ابدا. قال لي طب بص والله زي ما بقول لك الكلام اللي بقوله لك ده حصل. قال لي طب هنتفق اتفاق جديد، هتخرج بره السكور الماتش اللي جاي والماتشات اللي بعدها هتلعبها. بس بقى وكملت بره السكور عادي والله. يعني ما قلتش فاهم. انا مره لما مشيت من النادي الاهلي كانت نفس القصه كده تقريبا بس مع مانويل جوزيه. ف تعرف هو صديق عمر يعني بعيدا عن هو المدير الفني للنادي الاهلي في الوقت ده وكان عمل اعجازات وحاجات كتيره جدا، ولكن هو صديقنا يعني. يعني انت بتكلمه انا بكلمه لغايه الاسبوع اللي فات بكلمه. فلما قعدت معاه بعد ما مشيت من النادي الاهلي شرح لي وجهه نظره، قال لي اسلام والله في كذا وكذا. انا كنت وقال لي ان هو كان وقال هنا في قناه النادي الاهلي ان هو كان غلطان ان هو ان انا مشيت، لكن شرح لي وجهه نظره ان انا كنت ابتديت اتصاب كتير وان انا كبرت في السن وان انا ما بقتش ادي يعني. اداني 3 4 اسباب. قال لي انا فوجئت ان انت مش كده خالص لما لعبت انا مع حرس الحدود لو تفتكر بعد كده. ما عادش مع كابتن حسام بعد ما بطلت يا متى؟ قابلته صدفه في احد ال انا ابقى من جوايا عندي فضول كبير قوي ان انا اساله. قابلته صدفه في احد الاماكن. لا ما اتكلمش معاه في حاجه. كان معايا بناتي ومعايا مراتي فما سلم عليا وسلمت عليه وقال لي بقى تعالى النادي عايز اشوفك. لما رجعت من التعاون قلت له ربنا يسهل. طبعا ما روحتش. لا كان لسه مدير فني يعني. كان لسه مدير فني ما روحتش. لا انا بتكلم في بعد كده. ما شفتوش خالص. لا ما شفتوش. ما حاولتش تكلمه وتقول له كابتن حسام انت ليه عملت كده خلاص كل حاجه انتهت وانا بطلت. انا ما عنديش مشكله ان انا اقابله واتكلم معاه، لكن هو عارف في فرق يا كابتن اسلام لما المدير الفني يبقى ما بيلعبكش لوجهه نظر فنيه والفرق ان المدير الفني بيحاول ياذيك. ليه؟ طب ما اعرفش. هو مش عايزني موجود فعايز يخلي شكلي وحش. مش عارف مش عايزك تبقى موجود خالص لسبب ايه؟ مش عارف يعني. خلي بالك انت خلينا واقعيين. طب انا هتكلم معاك بواقعيه. 80 90 الف اللي بيبقوا موجودين في الاستاد ساعتها كلهم عايزين متى. ما حدش هيقول لا. أنا لو نزلت وما جبتش جوان 10 سنين قدام هو كابتن حسام طول عمره وجهه نظره في المهاجم انه لازم يبقى مهاجم هجام وعداء وما بيحبش اللعيبه. هو كنت نمره واحد في النادي الاهلي. بس كنت نمره واحد في منتخب مصر. ما بيحبش اللعيبه الكبيره طول عمره. ده واضح. وانت عارف الكلام ده كويس ومش مش مستخبي على حد. حصل مع ابو تريكه وائل جمعه 2008 وحصل بعد كده مع بركات ومحمد شوقي ومعايا وحسام غالي وكان شريف اكرامي في الفتره اللي جايه. يعني كابتن حسام هو ما بيحبش بيحب اللعيبه الصغيره. يعني لو خدت بالك 2008 كان في مين؟ شهاب وشكري وهتلاقي هو مش تقليل من اللعيبه، لعيبه مميزه، لكن هو بيحب اللعيبه الصغيره. هتلاقي بعد كده كريم. تقصد مدرسته مدرسه اللاعبين الصغيرين. اللعيبه الصغيره اللعيبه اللي يقدر يسيطر عليها. اللعيبه اللي يبقى مجهودها قوي جدا في الملعب. مع ان في اوقات كتيره جدا ممكن يبقى مجهودي اقل من لعيب لكن فايدتي في الملعب اكتر منه 100 يعني مره. النقطه كلها احنا مثلا هاجي لك في قصه الوداد مثلا مباراه الوداد في نهائي افريقيا. احنا لعبنا المباراه الاولانيه هنا لعبت 4 دقايق او 5 دقايق وكنا محتاجين ان احنا نكسب. لو انا مش قادر العب طب ليه لعبت هناك 25 دقيقه؟ يعني يعني لو انا لو انا مكسح لو انا مكسح مثلا ما انا بقول لك لو انا شخص مكسح كده مش قادر اجري وعلى كرسي بعجل ليه لعبت هناك 25 دقيقه؟ ده بالعكس ده هنا اسهل من هناك. على الاقل هنا بنهاجم وعلى الاقل كنا بندافع والمساحات طويله. مخسرين ومحتاجين نكسب. طب بس هنا في مصر احنا كنا محتاجين نكسب. والمبدا لو موجود ان انا مش قادر العب والمبدا هيبقى واحد. هلعب هناك 10 دقايق زي ما بلعب هنا ال 10 دقايق. هي الفكره كلها ان الموضوع هو كاره وجود الكابتن حسام. يعني كاره وجود عماد متعب في ما هو ما كانش حابب ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي خالص. ولا حتى نفس القصه مع حسام غالي. ولا حسام غالي عشان بس الامور تبقى واضحه. يعني ما انا لسه كنت عايز اقول لك. بس انا عشت مع يعني عشت بس حسام كان بيلعب يعني عشنا مع بيلعب يعني باي طريقه. عشنا مع بعض ايام كتير. وكان الكابتن حسام مدير كوره وكان له قرار في الوقت ده كمان يعني قرار كان طبعا مانويل جوزيه ما كابتن مستر مانويل ما بيسيبش حد في الناحيه الفنيه ولكن هو مدير الكوره كان له القرار المهم في النواحي الاداريه. وكان دايما كابتن حسام كان لا يعني
بيحب متعب لما في اعداد خاصه. ده اللي مجنني بقى في اعداد لوحدنا مثلا انا وهو مثلا قاعدين بنتكلم يقول لي لا ده متعب ده اللي مجنني جامد قوي وبتاع ده اللي مجنني انا ده اللي مجنني يعني ده دي الحاجه اللي كانت مخلياني انا مش فاهم انا حسام ده انت اللي مربيني من مراحل الناشئين ده انت خدتني من ايدي وديتني الكابتن صالح سليم الله يرحمه قلت له ده هيبقى مهاجم مصر الاول ايه ده فعلا والله الناشئين كان مدربي في الناشئين هو كابتن صالح عرابي وكابتن احمد ناجي وخدني ووداني الكابتن صالح سليم الله يرحمه قال له عماد ده خد بالك يا كابتن صالح عماد ده هيبقى من مهاجمين النادي الاهلي ومهاجم جيد والحمد لله ربنا كرمني اتمرنت معاه حتى لما طلعت الفريق الاول كان مسرمان الجوزي وكان كابتن حسام بدري موجود سنوات طويله معاه حتى لما كان هو مدير فني عارف المبادئ بقى لما عارف بص اصلا انا معاش كابتن حسام من سنين طويله فانت ما ينفعش تقول لي حاجات انا مش هقتنع بيها يعني انت لما كنت غيب يوم من التمرين عشان عيان او ايا كان انا جت عليا وقت كنت بقول عيان عشان اطلع بره السكور بسبب والله مبهزر انا كنت اخد حقنه في ركبتي علشان يبقى خروجي من السكور ان انا واخد حقنه كفايه يعني تعب الصوره دي قصدك متعب تاني الصوره دي كنت في كان في النادي الاهلي مدينه نصر فتعبت من القصه يعني انا في ماتش الاتحاد الليبي يا كابتن اسلام عشان بس فكره ان موجود في التمرين او مش انا قعدت في المانيا 12 يوم ورجعت قبل مباراه الاتحاد الليبي بثلاث ايام ولعبت وجبت لا ولعبت فدلوقتي لازم انت تتمرن وتمرن الصبح وبعد بالعكس ده اللعيب لما بيكبر في السن لازم تمرينه يقل ما تمرينه ما يزيدش على فكره يعني التمرين يقل والماتشات هي اللي تزيد لكن لما التمرين يزيد والماتشات تقل ده خالص ده ما بيبقاش موجود التلاكيك بقى بطرق والله العظيم انا وصلت لمرحله بقيت مكسوف من عيالي كنت باخد اللبس بتاعي ونازل لبس المعسكر عمري ما تخيلت في يوم من الايام ان انا اروح ابص على الورقه واطلع بره السكور الاقي نفسي بره السكور اروح واخد لبسي ومروح ارجع تاني ماتش تاني بره السكور بدات اجيب لبسي اجيب لبس خروج واحط لبسي في العربيه والله انت متخيل بقف عارف يعني لما اقف على بعد التمرين ابص على اشوف اسمي في المكتوب بس خلي بالك كلنا كنا بنقف ايام مستر مانو بهزار عشان نشوف مين اللي بره احنا بنقف عشان نشوف مين اللي بره نتريق عليه كلنا كنا بنبقى مستنيين الورقه يا جماعه والله الورقه دي كابتن سعيد كان يحطها بالظبط وتلاقي طابور واقف اولنا يعني متركه ومتعب وبركات كل الناس مع بص خد بالك انا بقول لك المره مليون لما تقعد احتياطي لاسباب فنيه مفيش مشكله غير لما تقعد احتياطي لاسباب شخصيه هي دي المشكله بالنسبه لي بس انا مش شايف ايه اسباب شخصيه ما انا ما اعرفش انا يعني انا والله كنت يعني وبقى المشكله كلها ان هو اسال انا كابتن حسام لو ان هو طلع واحد تبعه يعني في احد البرامج قال لك اصل عماد ما كانش بيلعب مع اللي قبلنا واللي قبلنا فطبعا هو لازم يقول كده لان هو معاه في كل حته فلازم يقول كده يعني فانا مش عارف هو بيقول كده على اي اساس ومش عارف هو ايه دوره اصلا ويعني وتبقى كارثه ان هو واحد يعني زي ده يطلع يتكلم على عماد متعب مش 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 انا ان انا بتنك او لكن خالص لو انت هتقيمني تبقى دي مشكله لو الشخص ده هيقيمني تبقى دي يعني كابتن حسام ليه تاريخ وراجل بالزبط. مدير فني لكن لو انت كشخص هتقيمني انا وتقول ان عماد ما كانش بيلعب مع اللي قبلي لا انا مع مارتن يول كنت بلعب ومع بيسيرو كنت بلعب ومع جريدو كنت بلعب وكنت بجيب اجوان وكنت هداف الفرقه ب 21 جون في الفتره دي لو في الجون بتاع وانا قعدت واتكلمت مع مارتن يول في اعداد جانبيه وقال لي كلام ما ينفعش يتقال وقعدت مع بيسيرو في اعداد جانبيه وقال لي كلام ما ينفعش يتقال كله طبعا لا قالوا لي كلام ما ينفعش اقوله دلوقتي في ناس ما كانتش عايزاني موجود في النادي خالص وكان بيتقال لي منهم بصراحه والصوره اللي وصلت لمارتن يول ان انا شخص بتاع مشاكل وقال لي الكلام ده وطلبت ان انا اقعد معاه وطلبت اجيب مترجم من بره انت متخيل لدرجه ايه خدت الشريف اكرام والشريف اكرامي موجود قلت له يا شريف روح قول له ان انا عايز اقعد معاه واجيب مترجم الكلام ده محدش يعرفه قلت له عايز اجيب مترجم من بره يترجم لنا عشان الكلام اللي يدور بيني وبينك يبقى بيني وبينك بس مش حد تاني محدش تالت يعرف محدش تاني قال لا انا بثق في المترجم قلت له انا بثق فيه بس انا بكلمك عشان مش عايز الكلام ده حد يعرفه قلت له انت ايه اللي واصل لك عني قال لي وصل كلام معين بقى اللي وصل عني وكلام يعني انت لا تتخيله حتى المباراه دي دي, يعني دي, دي 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 ده الفاينل هم موصلين له ان انا لعبت ربع ساعه و10 دقايق انا لاعب ال 96 دقيقه يعني هم وصلوا له في دي ان انا مميز ان انا بجيب خمس اجوان وفي خمس بجيب اجوان سوري بجيب اجوان في خمس دقايق و10 دقايق ده الوقت اللي انا بلعبه انا المباراه دي لعب 96 دقيقه المباراه دي كان بقى في الدقيقه 95 هي مش دي الفكره انه حتى المباراه اللي انا بلعب فيها بكامل قوتي كانوا بيقولوا ان انا ما بلعبش انت فاهم قصدي الفتره دي كانت صعبه جدا صعبه لان يعني انا مش عارف ليه ناس مش عايزانا كان في بعض الناس وانا عارفهم طبعا بالاسم مش عايزيني موجود ما كانوش عايزين اي شخص كبير يبقى
سواء انا او حسام غالي من قبلنا كان بركات يعني. في ناس ما تفهمش ليه السبب بس خلاص يعني كل واحد بياخد نصيبه. مستمتع عماد بالحياه الجديده ولا مش مستمتع؟ يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت دلوقتي في مجال كره القدم، التحليل بالنسبه لك انا شايفك يعني، لا انا شايفك متعب في الملعب، مش شايفك في يعني التحليل طبعا هايل، ويعني انا حتى اتكلمت انا وانت فتره طويله ويعني قد ايه الواحد بيبقى سعيد لما بيشوف زمايله بيبقوا موجودين وبيتكلموا بمنتهى الثقافه وبمنتهى الجمال وبمنتهى يعني. انا بحب اقعد اتفرج عليك بعيدا عن ان انت عماد متعب صاحبي وبتاع، لا انا بحب اتفرج عليك وانت بتحلل، لكن في نفس الوقت انا شايف عماد مش حاسس ان انت ممكن يبقى ليك دور في الملعب، حتى لو في جهاز فني في جهاز اداري اداريا فنيا مش عارف يعني. بص يا كابتن اسلام، انا لما خرجت من الكوره وانا مجبر، فما كنتش حاطط اي حسابات لنفسي انا هروح فين خالص. انا كنت حاطط في دماغي ان انا هكمل. وكنت سايب الباب للنادي الاهلي مفتوح لاخر لحظه، ما مضيتش لاي نادي وما فكرتش في اي نادي تاني، ان الفرصه للنادي الاهلي ان انا ابقى موجود. ما حدش هينسى له عمرك الحمد لله. لا الحمد لله، انا علشان انا ما اقدرش اعمل غير كده. انا ما اقدرش العب حته غير النادي الاهلي. فقعدت لما قررت ان انا اعتزل، كان قدامي ان انا اشتغل فون سبورت. والناس محترمه جدا قوي. يعني شالوني معاك عمالقه برضه، خلي بالك بتعلم منهم كل يوم. شالوني بشكل كبير جدا، بستفيد منهم كل يوم، ناس محترمه جدا. رحت في الحته دي، لكن انا شايف لا، ممكن ابقى مدير كوره، ممكن اروح في حته كمدير الإدارة. كاداره مدير كوره لو هشتغل. مش حابب الناحيه الفنيه؟ انا لو هشتغل في الناحيه الفنيه لازم ابدا اخد الرخصه يعني. الرخصه والكورس، اخد كورسات وابدا اطور من نفسي. بتفكر يعني ولا انت شايف ان انت لا انا خلاص بقى اداريا برضو لازم بفكر تاخد بس بفكر الناحيه الاداريه اولا أكبر. يعني الناحيه الاداريه ما هو ده اللي انا عايز اوصل له معاك يعني ان انت في الناحيه الاداريه اقرب ليك من الناحيه الفنيه في الفتره الاولانيه. الناحيه الاداريه اشمعنى؟ حاسس ان انا هلاقي نفسي فيها، انا هقدر اتعامل مع اللعيبه الحمد لله، علاقتي باللعيبه بشكل جيد ايا كان الناس اللي موجوده، مش شخص هادي، بعرف اتعامل يعني. الحاجه اللي بالنسبه لي هتبقى سهله اقدر اتعامل فيها لاني ما فيهاش، مش معقده يعني. الناحيه الفنيه ما اعرفش انا هل تقدر لما اروح هشتغل في النادي الاهلي ولا اشتغل بره، هل اقدر اتعامل بره ولا لا، هل اروح هاجي راجل ثالث ولا مختلف. ما انا بقول لك راجل ثاني ولا ثالث ولا اول، كلها حاجات هل انا اقدر اتعامل معاها بالظبط. سبحان الله، الجيل ده كله يا جماعه بالزبط. خدوا بال حضراتكم، الجيل ده كله بيفكر كده، ان هو دايما متعود ان هو يلعب في التوب بالظبط، فمش عارف ما ينفعش يبقى رقم 2. ما هي دي النقطه، دي نقطه مهمه. انا متعود على المكسب. لو الظروف جت قالت ان انا اروح اشتغل في فرقه هي ما بتكسبش كل الماتشات، او طموح اللعيبه اللي موجود مش انه يفوز ببطوله، هقدر اتعامل بقى مع العقليه دي؟ هل هينفع اتعامل معاها ولا انا هودي الفرقه في داهيه لان انا هبقى عايز اهاجم طول الوقت وعايز اكسب وهشيل فكره ان انا بلعب او معايا فرقه متوسطه واحط في دماغي ان انا معايا فرقه تقدر تفوز بالبطوله، فاهم؟ الحاجات دي كلها محتاجه ان الواحد يشتغل عليها ويكون مؤهل نفسيا انه يقدر يروح الحته دي، علشان في الاخر ما يظلمش نفسه وما يظلمش الناس اللي هو بيتعاقد معاهم ويبقى واضح وصريح. خد بالك الوضوح يا كابتن اسلام اهم. انا بس نقطه اللعب من عدم، وانت ليه بتقيم نفسك؟ انا في الفتره كنت رحت ستاندرد لياج ورجعت منها وقعدت فتره ما كنتش بلعب اللي هو من شهر 9 لحد شهر يناير المصداقيه. بس انا جالي عقد العب شهر 1 في احد الدول العربيه، شهر 1 بطوله من 4 ماتشات برقم مريب. قلت للناس يا جماعه انا عشان ابقى جاهز قدامي اسبوعين. مع ان اي واحد تاني هيروح ويلعب ياخد الفلوس ومش فارق معاه. هي الفكره في المصداقيه، ان انت تبقى صادق. لما رحت ستاندرد لياج انا كنت صادق مع الناس، قلت لهم يا جماعه انا ظهري تعبني. لما عملت الكشف الطبي هناك الميديكال تيست قالوا لي انت سليم. هو قال لي انت سليم، الغضروف اللي في ظهرك موجود عند اغلب الناس اللي موجوده في العالم واغلب الرياضيين تقدر تلعب عليه. قلت له انا مش هقدر اديك. في ناس افتكروا بقى ان رجعت منك عشان، قلت له لا، انت جايبني هنا علشان اساعدك انك تحقق حاجه في دماغك. انا مش هقدر اعملها لك دلوقتي لان انا بلعب هنا بحقن وبشكل معين وبطريقه معينه في النادي الاهلي، ما اقدرش، ما اعرفش هقدر اعمل ده معاك ولا لا. وكنت واضح جدا مع الناس. فهي المصداقيه عشان بس الناس تفهم ان انا ما بقى وحش يعني، مش عايز العب وخلاص. ودي هناك لما كنت بتمرن، كنت بتمرن معاهم صبح وبعد الظهر علشان اجهز يعني. فالفكره كلها ان انا قلت له في الاخر بعد التمارين، قلت له مش قادر انا تعبان، انا ظهري تعبني. انت بتحط لي حمل عالي جدا
وانا ظهري تعبني، هل هتقدروا تستحملوني بقى ان انا كل شويه اخد حقن واخد مسكنات وانا لسه جاي لكم؟ فكان ده قراري ان انا ارجع، واتحقق الكلام اللي انا قلته ان انا عملت عمليه بعدها بسنتين على ما اعتقد يعني. بس بطولات كثيره جدا يا عماد متعب، 29 بطوله، 29 بطوله مع النادي الاهلي وخمسه مع منتخب مصر بعيدا عن وبطوله مع اتحاد جده. بعيدا عن منتخب مصر، النادي الاهلي 29 بطوله، مش عارف اقول لك ازاي، مش عارف اسالها لك ازاي، لانها سؤال صعب جدا، لكن احلى بطوله بالنسبه لك يعني؟ يعني صعب قوي انا عارف. طيب اربع، تقول لي ثلاث اربع بطولات يعني مثلا. انا عشان كنت متواجد الفتره دي، فيمكن انا مثلا ماتش الصفاقسي بالنسبه لي، شوف طبعًا. انت ما جبتش جون. لا ابو تريكا، ابو تريكا، ايوه انا بقول لك انت ما جبتش الجون بالظبط. والحكايه في الفتره دي هخليك انت حتى تحكيها، لكن انت لمست الكوره، لكن بالنسبه لي اللمسه بتاعتك هي اللي جابت الجون، الكره بتاعت شادي اللي جابت الجون، انت فاهم؟ الباس اللي عصام اداها لشادي، انت فاهم يعني ايه الفكر ده؟ ما هو كان ممكن يديها واحده زي ما بيعمل، بص هي جت كده يا كابتن. البطوله دي من اغلى البطولات لينا كلنا على 2006. فكره 2006 طبعا، المباراه الاولى كانت في القاهره هنا وكنا اتعادلنا فيها 1-1، ومستر مال الجوزيلي موقف شهير، دخل اوضه اللبس وقال لهم احنا هنكسب هناك، وحاول يضغط على فريق الصفاقسي. ويمكن احنا لما رحنا هناك فوجئت بمستر مان الجوزيه، جابني وقال لي عماد، كنت قال لك في ثلاثه هيقعدوا، قال لي انت مش هتلعب، انا وانت وحد تاني في نص الملعب مش فاكر مين، قال لي انت مش هتلعب، بس مش هتلعب لغرض يعني، مع اني وقتها كنت بلعب اساسي وكنت انا الفرد الاساسي في النادي الاهلي. قال لي لا انا عايز العب بثلاثه في نص الملعب، العب باكوتي، واكوتي كان بقاله فتره كبيره جدا، ولعب بمحمد عبد الله ناحيه اليمين، محمد ناحيه اليمين. هو قال قال لي وجهه نظر، لا في الاخر هو قال لك اليوم ده، قال لي، هو قال لي انا قعدت مع متعب، هو قايل لي، قايل لي على الطريقه، لكن ان التغييرات هي اللي هتكسب بالظبط. ما هو قايل لي على الطريقه وقايل لي على السيناريو بتاع الماتش من قبل ما يتلعب. ما هو ده اللي انا بقوله لك، ان المدير الفني ممكن يقعدك على الدكه وانت في قمه سعادتك. انا المباراه دي بالظبط، ده طبعا كان قرار يعني من اهم القرارات اللي خدها ابو تريكه في حياته. اللمسه دي يا جماعه جون بالظبط. وعلى فكره هو المدافع اطول مني بكثير، فسبحان الله يعني. هي الفكره كلها كابتن اسلام ان المباراه دي، قال انا عايز العب بثلاثه في نص الملعب، هلعب باكوتي، وعايز الشوط الاول يطلع 0-0، وهتنزل شوط ثاني من بدايته وهنكسب في الشوط الثاني. ما حددش طبعا، قال هنكسب في الشوط الثاني، هغامر وهلعب. لو الهدف اتاخر هبدا انزل لعيبه معينه، انزل شيتوس على ما اعتقد في المباراه دي بالظبط، وانت بالظبط يعني. احنا الثلاثه نزلنا، عمل سيناريو للمباراه ونفذه. هو يمكن انزلت في الدقيقه 40 لان اكوتي خد انذار، عشان الانذار خد انذار وخاف عليه ان هو يطرد. فدي من اغلى البطولات على ما اعتقد. انا في بطوله انا بالنسبه لي ما كنتش بشارك فيها، لكن كنت مستمتع جدا بيها، مباراه الترجي مع كابتن حسام البدري. احنا عملنا مباراه هناك 3-1 بتاعت وليد سليمان، 2-1 وليد سليمان وجده. من احلى اللقاءات اللي شفت اللعيبه في الملعب بتاديها. حسام غالي يمكن عمل مباراه عمره. يمكن دكه في المباراه دي كنت قاعد انا وبركات وابو تريكه وسيد معوض. احنا كانت دكه كانت غريبه جدا، لكن من اروع المباريات اللي لعبناها مع كابتن حسام البدري، وكانت مباراه وبطوله مهمه جدا جدا. طبعا حققنا بطولات كتيره جدا مع النادي الاهلي، لكن كل بطوله كان ليها فرحه. طيب واحنا بنتكلم على البطولات، خلينا نطلع نشوف بقى، بس تقرير ده طويل شويه عشان بطولات كتير، معلش اكتر من طيب يعني بطولات كتيره جدا، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن بطولات. لازم اخد بعض الاسئله طبعا. بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني بصوا بيعمل كده بيروح حته تانية خالص. المهم مرضي الجبيهي بيقول ما هي افضل بطوله حصلت عليها مع المنتخب؟ مع المنتخب يمكن بالنسبه لي كل البطولات اللي حققتها مع المنتخب طبعا مهمه، لكن كانت الاغلى 2006، ليها طابع لان 2006 في كانت في مصر يعني، فكان ما ينفعش نزعل الجمهور المصري. 2008 هي الاغلى والاروع بالنسبه لنا، حققنا فيها اداء جيد جدا وكانت نتائج جيده جدا. يمكن بالنسبه لي ما سجلتش ولا هدف في البطوله، لكن من الناحيه البدنيه كنت عامل مجهود كبير جدا. 2010 طبعا، 2010 كنا لسه خسرين من الجزائر، فكانت بالنسبه لنا مهمه. وطبعا بطوله افريقيا للشباب خدت هداف البطوله وفزنا بالبطوله، ودي كانت البدايه يعني، بدايه الانطلاقه يعني. فالاربع بطولات بالنسبه لي هم مهمين جدا، لكن الاقوى بالنسبه لنا كانت 2008 دي احلى الاقوى والاحلى. تمام. طبعا ده على تويتر يا عماد. احمد عادل بيقول لك الجمهور الاهلي عارف مين هو عماد متعب كويس،
طبعا هتلاقي الفقرات بقى ان انت عشان علقت من شويه هتلاقي كل الرد. لكن مش عايزينك تتكلم كتير في الموضوع ده عماد، لانه المشكله مع كابتن حسام. ما تتعبش نفسك يا عمده، جمهور الاهلي عارف كويس قوي انت مين ويعني ايه عماد متعب ويعني ايه اي اسم تاني. يعني ما بص يا كابتن اسلام، انا زي ما قلت لك يعني انا والله ما بحب اتكلم في القصه دي، بس عشان الامور تبقى واضحه ليه انا بطلت، بس لكن انا مش عايز اتكلم فيها خالص. وفي الاخر انا لو قابلت كابتن حسام في الشارع هسلم عليه، ما عنديش ادنى مشكله خالص. بس يعني بس انا بيبقى اساله لي، لا مش هساله، وانا لو انا خلاص عمري انا هبقى عمري ما اساله، لو قابلت كابتن حسام عمري ما اساله واتكلم معاه في الكوره خالص، لكن لو قابلته هسلم عليه عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص. انا قابلته بقول لك بعد ما رجعت من السعوديه قابلته، لكن انا مش عايز اتكلم في القصه دي، ومش هتكلم مش فيها عايز اتكلم فيها. مش هتكلم فيها تاني خالص، لان انا بتضايق لما بتكلم فيها طبعا، لان انا بان عليك على فكره. لا بتضايق ان انا في يوم من الايام ممكن اكون بتكلم على راجل انا عشت معاه سنين طويله، يعني مش حابب ان انا ممكن اكون بتكلم بشكل، لكن هو اذاني اذاني فمش معنى انه اذاني ان انا بطلع اتكلم عن واحد، لكن بوضح المواقف اللي كانت حصلت، لان ممكن الناس تفتكر ان انا فعلا ما كنتش قادر او ان انا فعلا كنت بعمل مشاكل. ما كنتش بعمل مشاكل خالص، وما كانش عندي مشكله خالص، ولو حتى حصلت مشاكل بسيطه فيعني من كتر الضغط اللي انا كنت موجود فيه. يعني انا بنتي كانت بتقول لي كلام، بناتي بيقولوا كلام بيوجع يعني، فاهم؟ لكن الحمد لله اوعدكم مش هتكلم في القصه دي تاني. وائل الشويني بيقول لك تعبت كتير يا عماد، هتفضل في قلب كل اهلاوي، حسينا انك اتظلمت كتير مع ماشي، ربنا معاك وان شاء الله نشوفك في الاهلي عن قريب. سؤالي لحضرتك، هتتجه للتدريب ولا الاداره؟ هو جاوب في هذا الموضوع. عبد الرحمن السيد بيقول لك ايه رايك، او برايك ايه السبب وراء تضييع وليد ازارو للفرص؟ بص، يمكن المشكله اللي واضحه جدا في النادي الاهلي السنه دي او السنه اللي قبلها، يمكن وليد خد هداف الدوري في موسم من المواسم، انا قلتها وبعدها، يمكن وليد محظوظ ومش محظوظ. محظوظ انه بيجي له كل الفرص السهله، فرص سهله كتير جدا، ومش محظوظ انه بيضيع. وليد بيعمل كل حاجه في الملعب، والحته الاخيره اللي هو مهمته، ما انا بقول لك اللي هي مهمته، بيبقى متهور فيها، متسرع فيها، قراراته بياخد قرارات غلط، وكل مباراه. طب ايه اللي بيخليه عماد؟ ما هو دي المشكله. ايه اللي يخليني انا كمهاجم منتخب المغرب ومهاجم النادي الاهلي، يعني كل حاجه كويسه، ايه اللي يخليني اخد القرار الغلط في الوقت الغلط؟ ليه؟ مع ان انت بتقول ان هي انت مهاجم، انت اللي تقول لنا مش انا، لكن هي انت بتقول ان هي انت كمهاجم هي فرص سهله. بص يا كابتن، او معظمها يعني مش كلها طبعا. بص يا كابتن، معظمها طبعا، لا مش كلها طبعا، وليد سجل اهداف صعبه. لكن الفكره كلها ان المهاجم لما بيضيع فرص كتير ويبدا الضغط يزيد عليه، لو مهاجم مش قوي، شخصيته مش قويه، شخصيه لازم يبقى عنده شخصيه، هيبدا يتوتر ويروح مع الكلام اللي بيتقال، ويبقى مستعجل وكل تفكيره يجيب جون وخلاص. انت عارف انا كنت بضرب، معلش انا اسف، انا بضرب مثل بيك في 2008 في كاس الامم، انت ما جبتش ولا جون، ما سجلتش ولا هدف، بس كان الكابتن حسن، انا عمري ما انسى الكابتن حسن شحاته، كان يطلع يقول لك ايه اللي بيكسبني كل ماتش عماد متعب. ولو خدت بالك انا قلت لك هي البطوله الاغلى، مع اني ما سجلتش ولا هدف، ما سجلتش ولا هدف. هي الفكره كلها انك تكون بتأدي دورك على اكمل وجه. طبعا كان نفسي اسجل، ومهم جدا المهاجم يسجل لان دوري في الاول والاخر، لكن في الاخر ما اثرش عليا في الملعب. ما كنتش اناني خالص، ما كنتش بفكر في حاجه فرديه، مع ان جالي فرص كتير ان انا ممكن افكر في نفسي، ما فكرش في نفسي خالص، تفكير في مصلحه الفرقه. اللي انا بتكلمه على وليد، يمكن وليد اول موسم جه مع لما كان موجود مع كابتن حسام، ممكن بس قبل ما نكمل النقطه دي تقول الو. الو الو الو، هداف يا عماد، ازيك؟ ده الهداف احمد فتحي. ما انا عارفه، اصل انا فتحي لسه مكلمه، كلمته قبل المباراه تطلع بره، سيحت له على الهوا بالظبط، وكلمته بعد المباراه. فتحي مبدئيا انا اللي كلمتك، انا اسال عليك ايه؟ انا اللي كلمتك اسال عليك. ايوه انت كلمتني، انت كلمتني. ماشي يا فتحي، ماشي. ازيك يا كابتن احمد؟ ازيك يا عبد الرحمن؟ وحشنا جدا، وبسم الله ما شاء الله. يعني حسينا في ماتش امبارح، بسيبك من سهوله الفريق والكلام ده كله، ولكن حسينا ان انت بتلعب كل المباريات، يعني بسم الله ما شاء الله لغايه الدقيقه 95، وبعد الماتش بيجري عادي. بعد الماتش الحكم صفر، بسم الله ما شاء الله يا ابو حميد. يعني والله يا كابتن، يعني انا بقى لي واحد كتير، يعني من ساعه فتره الاعداد ما اتعملت، ما لعبش ماتشات مع الراجل. فانا كنت دايما قلت اللعيبه قبل الماتش، يعني اللي ما بيلعبش يجري، اكنه ماتش يعني
بناخد ريتم الماتش على الاقل يعني، فلازم تجري، لازم تفضل تجري طول الماتش. فالحمد لله لكل اللعيبه يعني كان مركزين، قلت لهم يا جماعه اللي يجي فرصه يحط جول يجيب جول. فدي خلتنا شويه منظر كويس امبارح الحمد لله. بص يا كابتن اسلام، هي دي، معلش انا اسف، هي دي شخصيه اللعيب الكبير ودور اللعيب الكبير. واحد بقيمه احمد فتحي وشخصيه احمد فتحي وامكانيات احمد فتحي يبقى قاعد على الدكه لكن ما تأثرش اللحظة، بيتمرن بشكل جيد جدا جدا جدا، مركز ان هو هيلعب وهيرجع وياخد دوره تاني. لو شفت المباراة هو مثال لأي لعيب موجود في النادي الأهلي، سواء لعيب صغير أو لعيب جديد. لا أنا هموت نفسي في الملعب واستغل أي فرصة تجيلك. يعني شوف أحمد فتحي بكل التاريخ ده كله، لا هيستغل لعب كأنه بالظبط بالظبط كأنه لازم يبقى كويس قوي عشان مع انه هو مش فارقة يعني بالظبط انت فاهم، يلعب او يعني طبعا هو اصل احمد لما ما بيلعبش انا عارف انا عارف احمد فتحي فهو امبارح تحس ان هو ايه يعني بيقول للناس انا جاهز وانا موجود واقف على رجلي بالظبط. ولو شفت تحركه في فرصه في اول مباراه، تحرك نموذجي وحطها بشكل جيد جدا، يمكن جت جنب العارضه، والتحرك في الهدف كره لعبها لحسين الشحات. الحاجات البسيطه دي يا كابتن اسلام هي اللي بتخليك بدل ما تبقى بتتفرج على الكوره انت بقيت في اللعبه نفسها وسجلت هدف. احمد فتحي كان لعب الكره لحسين شحات وكمل، بس ما كانش قصده يجيب الكره جول لعلمك يعني لا يعني هو اتحرك بشكل جيد جدا والتسديده نفسها راحت زي ما هو عايز، وكان في توفيق كبير من عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن التوفيق بيجي لما انت بتسعى له وتشتغل عليه، وهو اشتغل واتحرك صح وربنا وفقه فيها. فلا احمد فتحي انا طول الوقت بقول ان في لعيبه مش هتتعوض، في لعيبه مهما هتقعد سنين بصراحة. هتقعد سنين طويله عشان تفكر تجيب لعيب ممكن يبقى قريب منها. لا 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 بس لا ف... لا ف يعني جون ده انا ده في المصري انا قلت لاحمد فتحي انا مش عارف افكر فيها ازاي. قلت له والله العظيم انا لو مكانك ما هحطها كده. شوف بقى، قلت له انا مهاجم وسجلتها، قلت له انا مش مصدق ان انت لعبتها. جاب الهدوء وال منين يا احمد عملت كده؟ منين جبت كده بالظبط؟ منين عملت الهدوء ده كله؟ جبت الهدوء ده كله ده في وقت صعب، ماتش المصري انت لو قدامك شاشه كره الماتش المصري ده يعني انا هو لما الكره جت لي في الاخر انا كنت دايما انا بحب اتفرج على الكره كتير يعني انا بتفرج على الماتشات فلما الكره جت لي فانا ما عنديش اوبشن خلاص الوقت خلص بعد كده دايما كنت اتفرج على ميسي دايما يروح شايل الكره من فوق الجول. اتفرج على مين؟ اتفرج على مين؟ على ميسي. فانت حطيتها زي ميسي كابتن. ايوه هو المساله هو كل يا فتحي بس خد بالك انت بتقول مين يعني لكن فقلت احطها من فوق الجون ان شاء الله تخش لعلمك. الحمد لله ياسر رضوان جاب جون زي ده في بس طبعا هنا الوقت مختلف لانه توقيت صعب قوي ونهائي بطوله ويعني هو كابتن اسلام اصلا التوقيت ده اولا كانت علينا اصلا كورنر مين عامل كورنر هنا؟ انا المفروض الكوره ما اتلعبت انا عايز العبها بدماغي بالراحه لشريف اكرام فلعبتها من كتر حرص اللي هو شريف ياخدها راح تلعب كورنر. كابتن حسام بدري كان واقف بره احمد علي اكيد فتح كده قلت ممكن. وبعد كده سبحان الله الكوره جت لما علي شالها فانا جريت بقى على صالح تصدق بس حطيتها حلوه قوي فتحي ميسي والله لا والله حطيتها حلوه قوي فتحي صالح عمل الاول صحي قول يا ابن الذين صالح قلت اضغط يعني اضغط من غير فاول عشان الكره ما تردش عليه سبحان الله يعني هو تقدير في الاخر وكله بفضل الله طبعا يعني طبعا يعني فتحي انت عملت جوان احلى جوان يعني انا بحب الجون ده جدا ما هو هو انت جبت جوان تاني فتحي اتهزر يا جاب جوان كتير قوي يا كابتن انا عارف عايز اقول لك منتخب الشباب كفايه طلع الجيش اللي كسبنا الدوري يعني ده يعني ده جون لا ينسى برضه. انا عايز اقول لك في منتخب الشباب فتحي وحسني عبد ربه هم عاملين لي ثلاث ارباع الاهداف اللي سجلتها في منتخب الشباب وحتى انا لسه بقى كنت حاسس وحتى في مع الفريق الاول في النادي الاهلي فتحي عامل لي اهداف كتير جدا بيسالوا كده كنت عامل له جوان كتير قوي انا لسه بقول يا فتحي والله من غير ما انت تقول الجون ده برضه اهو يا فتحي بتاع طلاع الجيش اهو لا يعني انت عشان ما قدامكش شاشه بس ده هو ده احمد يعني قام رقص وقام مديها واحده ايه يعني بص التوقيت خد بالك ما هو انا بقول لك هي قيمه اللعيب الكبير في انه يقدر يتعامل. طلاع الجيش كان مختلف يا كابتن خلاص كان بعيد صح الدوري هيروح والكره بعيده وهو غريب حافظ واقف على تحت الجون فانا قلت لازم اشوط بكل قوه عشان ما يحاولش يصدها يعني بس فهو بقول لك يا فتحي انا هسيب الحاجات دي كلها
لان احنا النهارده معانا نجم يعني بقاله كتير قوي اولا ما ظهرش في بيته في قناه النادي الاهلي والحاجات دي كلها. انا هعمل معاك حلقه ان شاء الله هتكلم عن الاجوان دي واحده واحده. الجون ده يعني بقى هنقعد انا وانت نحلله حته حته. بص يا كابتن، هو لو هنتكلم على عماد عماد مختلف. انا دايما اقول راس حربه لعبت معاهم هو مختلف. ازاي يعني مختلف؟ راس حربه ذكي، تحركاته نموذجيه، ما عندوش يعني تحس على الجون ما عندوش حاجه صعبه يعني. اسهل حاجه ممكن تكون فيها اجوان. لا يعني متعب من احسن الناس اللي لعبت معاها كروس حربه بتتحرك. يعني من احسن اللعيبه اللي لعبت معاها في التاريخ يعني. لا لا هو يعني الصراحه يعني مش هتكلم عليه يعني مش هقدر اديله اكثر من حقه، لكن هو من احسن اللعيبه اللي بتروح تلعب معاها كمان. ولا هيتنرفز ولا هيتضايق ولا لا لا خالص. لا هتلاقيه هادي كده مع نفسه كده في الملعب. عملت اهداف لمتعب كتير انا عارف، لكن اهم عملت اهداف لمتعب كتيرة لكن اهم الاهداف دي ايه يا فتحي؟ بص يا كابتن مش فاكر، بس انا مش فاكرها الصراحه، بس انا عملت له كتير يعني. يعني قول لنا هدف من الاهداف. في هدف في حرس الحدود على ما اعتقد عمله لي، قطعت على الزاويه القريبه وحطيتها. ده بالاهداف اللي فتحي عملها لي. في الشباب انا فاكر جوان اكتر من منتخب الشباب يعني. عملت له جونين في السعوديه، عملت له جون نهائي افريقيا كنا بنلعب كوت ديفوار في النهائي. كوت ديفوار صح 3-3. عملت له ثرو من نص الملعب. بس دي قلشه فتحي. فتحي دي قلشه. متعب. نعم. انا البطوله دي غالبا انا يعني مش قلشه ولا حاجه، انت كنت عامل له ثرو فعلا. لا ده فين ده في الاكسترا تايم. من نص الملعب صراحه. عاملها من نص الملعب والله. جبت من نص الملعب. خلي بالك اصل فتحي ده انت بتلعب مع واحد كمان يا كابتن يعني. انا بقى يعني لعبت مع متعب كتير. فانا خلاص انا حافظه بتحرك زيه وماشي زيه. الموضوع بالنسبه لي سهل ان انا اتعامل معاه. بتتفرج على متعب فتحي وهو بيحلل ولا لا؟ لما بتبقى يعني مستغرب الصراحه. هيطلع يعني هيفضحنا بس ما فضحناش. ماشي يا فتحي. مش يعني شايف ان هو حاجه اللي هو بيصيرك يا كابتن. لا بس خلي بالك ممكن يقطع فيك برضه في ده. والله بديك حقك يا فتحي. انت مش محتاج يا حبيبي تتصيط يعني. واحد من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر وجت في تاريخ افريقيا كلها، وانا بقول شهاده حق والناس كلها تقول اللي انا بقوله. لا فتحي بالظبط. مش محتاج. لا مش يعني محتاج خالص. في لعيبه مش محتاجه حاجه يعني. كده إليجنت يعني، عارف اللي هو بتبقى مبسوط وانت بتتفرج عليه. وبعدين انت مبسوط وانت يعني حتى وهو زعلان ومكشر. وبعدين يا كابتن اسلام مهم جدا ان في لعيبه ما تتكلمش من ناحيه ما تتكلمش هو احمد فتحي النهارده راجل ولا مش راجل ولا بيتدلع. لا بص لا بقى يعني ده بالظبط يعني الحاجه اللي هيتكلم على فتحي النهارده انه موفق او مش موفق، لكن الحاجات الثانيه انه بيجري وبيبذل مجهود وراجل في الملعب وبيخاف على 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 اسمه وعلى اسم النادي اللي بيلعب له وعلى اسم البلد. يعني كل الحاجات دي كلها موجوده في احمد فتحي وبزياده. مظبوط. فيعني انا دايما يعني انا دايما بكلم الناس او لعيبه، انت معاك لعيبه صغيره اصلا في النادي كتير دلوقتي، بس انا دايما اقول اعمل اللي عليك يعني. صح. يعني انت ما عندكش اوبشن غير اللي انت تعمل اللي عليك. وانا كويس جدا. وتفضل تحارب على مكانك لغايه ما خلاص يعني لازم تفضل تحارب وتجتهد وتحارب وتجتهد. انا دايما اقول لهم يعني ممكن ربنا ما يوفقكش في المكان في النادي مثلا عندنا، ممكن حد ما يوفقوش في المكان دوت بس يطلع في حته ثانيه ربنا يوفقه. هو انت لازم تجتهد الاول. صح. ولازم تتمرن كويس، واللي ما يلعبش ده لازم يتمرن اكتر من اللي بيلعب. وده طبيعي عشان تلعب. عشان في الاخر ربنا هيكرمك. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. فلازم تجتهد ولازم تتعب ولازم تحافظ على نفسك ولازم هي في الاخر ده في الاخر شغلك فلازم تحافظ عليه يعني. وفي الاخر مش هو الميزه عندنا ان ده شغل بس في الاخر حاجه انت بتحبها بتحب تلعبها يعني. طب فتحي اخيرا شايف عماد متعب فنيا يعني ممكن يبقى مدير فني، ممكن يبقى اداري مدير كوره مثلا، ممكن يبقى ولا شايفه محلل بس؟ متعب مدير كوره. الله انت هو قال كده على فكره من شويه، بس انا كنت عاملها لك حفره. بس مش والله. لا انا عارف. بس شخصيته مدير كوره. مدير كوره. هتبقى مبسوط لما يبقى معاك مدير كوره يعني ولا لا يعني لو تشاء الظروف؟ لا انت خالص.
بعدين بقى هنبقى نقول. طب فتحي ان شاء الله ابقى مدرب ان شاء الله. مدير فني بقى مش مدرب. مدير فني ان شاء الله. ايوه ان شاء الله تبقى مدير فني يا فتحي، وانا متاكد من نجاحك اللي زي احمد ده، ما يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ينجح في اي مكان ان شاء الله. فتحي اخيرا لو عايز تقول حاجه لعماد متعب تقول له ايه؟ بص يا كابتن، انا مثل ده من الناس اللي غاليين عليا يعني. حبيبي من الشخصيات اللي الناس تطلع بيها من الكوره كده. لا واحد زي متعب ده حضرتك يا كابتن طبعا، ربنا يخليك حبيبي يا فتحي والله. بس متعب انا متربي معاه من زمان يعني بالظبط. منتخب شباب لغايه ما فضلنا في النادي الاهلي لغايه ما بطل. نعم. من احسن الشخصيات، الناس المحترمين الواحد يتعب معاهم. حبيبي يا فتحي ربنا يكرمه يا رب ويوفقه في اللي جاي، ويبقى كاريره زي نفس الكارير اللي هو خلص الفني فيه. كان على طول بينقذنا في اوقات كتيره جدا. ان شاء الله يفضل كده على طول ويبقى موفق يا رب ان شاء الله على طول. حبيبي يا فتحي. فتحي امتى هتيجي حلقه في سهره معاه عشان قدام الناس اهو، ولا انت مش حابب؟ لا حابب طبعا، ما اقدرش. بعدين يعني اكلمك لا. في التليفون بيني وبينك عشان نعمل كده. ايوه حاضر حاضر. بشكرك جدا يا كابتن. شكرا يا كابتن احمد النجم احمد فتحي. طبعا في وجود متعب هتلاقوا نجوم كتيره جدا يعني هتبقى متواجده معانا، لانه متعب زي ما حضراتكم بتسمعوا مني ومن احمد ومن غيره ومن غيره ومن غيره، حتى وهو متنرفز هادي يعني، حتى وهو متنرفز هادي بيتكلم بمنطقيه، بيتكلم بحقيقه، وبيقول لك في الاخر كل الناس بتحبه. وانا متاكد ان كل الناس اللي بيتكلم عنها دي سواء بالإيجاب أو بالسلب كلها بتحبه، عشان كده عماد متعب يظل دائما جوه قلب كل أهلاوي الحقيقة يعني. ويعني مش أكتر من الحاجات اللي مبعوتة حضراتكم بعتينها دي يعني، أنا بجد بسم الله ما شاء الله يعني في ثانية الدنيا رايحة في حتة تانية يعني. عارف أنا عايز ألحق أي حاجة للناس دي بجد، علشان يعني كتير قوي. كابتن سلام الحمد لله دي الحاجات الواحد بيخرج بيها من الكورة يعني، علاقتي بزمايلي، علاقتي باحمد فتحي، علاقتي بشريف اكرامي، علاقتي بحسام عاشور، علاقتي بلعيبه كتير جدا جدا مش عايز انسى حد يعني. علاقتي بيهم الحمد لله علاقه جيده جدا، علاقتي بالجماهير علاقه جيده جدا جدا. زي ما بقول لك بحس ان انا الحمد لله عملت حاجه. عملت حاجه، وانا ما بصيتش على اللي انا عملته غير لما بطلت. لان طول ما انا بلعب انا كنت شايف ان انا ما عملتش حاجه خالص. طول ما انا بلعب انا شايف ان انا لسه قدامي، لسه في حاجات. كل لما بطلت بقى حسيت، لما بطلت حسيت بدات اعد بقى. انا جبت كام جون، انا خدت كام بطوله، انا ايه الايام اللي كنت وحش فيها. لا يعني بدات اشوف، لكن طول ما انا بلعب انا كان كل هدفي ان انا، لا انا ما عملتش حاجه ولازم اتعلم واتمرن عشان اعمل اكتر. طيب برضو قول الو. انا مش، هم مش عايزين يقولوا لي حتى. ماشي الو. طب الو الو. ايوه دكه قناص. ده اكرامي. اكرامي عامل ايه على طول كده؟ انت هو متفقين ولا ايه؟ لا انا يعني انا بالصدفه فتحي واكرامي كنت بكلمه امبارح. يعني اكرامي بكلمه بقى لي يومين في اليوم 3-4 مرات، وفتحي كنت كلمته قبل المباراه وبعد المباراه. ازيك يا كابتن شريف؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ وحشنا. اولا وجودك يعني طلتك الحقيقه وحشانا. اخر طله ليك كانت مع كابتن شوبير، كانت حاجه جميله وحلقه جميله جدا يعني بسم الله ما شاء الله. ولكن الناس يعني عايزه تشوفك بقى مره ثانيه في الملعب يعني بسم الله ما شاء الله. وقت طويل جدا جدا قضيته جوه الملعب، ولسه قدامك وقت اطول يعني يا شريف. حبيبي ربنا يخليك يا اسلام. انا في البدايه انا سعيد ان انا متواجد معاك، يعني اول مداخله عندنا من فتره طويله جدا على قناه النادي الاهلي، يعني قناه البيت الكبير بتاعنا. وسعيد جدا ان انا يعني بشوف عماد متعب في شاشه قناه الاهلي. الطبيعي ان هي تحتضن كل ابناء النادي الاهلي، فانا سعيد جدا جدا بالدخله دي معانا في وجودكم انتوا الاثنين يعني. يعني انا بص اعتبرني انا اللي بشكرك جدا يا شريف طبعا على المكالمه الجميله دي. وعايز اقول لك اعتبرني مش موجود يعني، انا النهارده اعتبرني مش موجود. عايزك تتكلم مع عماد يعني، تحكوا لجمهور النادي الاهلي اللي بيتابعكم يعني، مش عايز اقول بالملايين عشان ما بقاش يعني، لانه انا جاي لي مثلا على هاشتاج حاجه كده كبيره جدا، لكن احكوا ذكرياتكم كده عن النادي وعن حياتكم خلال الفتره. اعتبرني مش موجود يعني، انا يعني اعتبرني مش موجود. انا هقول لك يعني مش كل حاجه يا اكرامي يا شريف، حاول تكون حاجات خفيفه كده بس. لا شوف انا مش هحكي للناس كلام برضو
ياخدهم وده وقتهم. انا هتكلم كلام مختصر اعتقد انه ممكن يكون ناس ما سمعتوش قبل كده. عماد انا نادرا يعني مش نادرا ما اعتقدش انها حصلت قبل كده ان انا دخلت مداخله مع ضيف موجود. انا عايز اقول حاجه بس اشريف ثانيه واحده اقطعك. اشريف اشريف كان في جلسه من الجلسات اللي كنت قعدت فيها وانا عندي 29 سنه. مع كان لا بص كان... خلينا نتكلم في خلينا نتكلم لا خلينا نتكلم في الحاجات اللي لا والله بهزر. انت قلت لي ده الكوميديا. اتفضل يا شريف. انا عماد انت ممكن بتخرج من وسط الكرم ده طبعا واحنا كلنا في شغلتنا طبعا ممكن تخرج بمعارف كتير وزمايل كتير بس نادرا جدا لما تخرج بصديق. فانا عماد متعب من القلائل جدا. انا خلاص دي صديق يعني صديق عمر وعشرة سنين ومعتز بيها جدا وان شاء الله هفضل معتز بيها طول العمر يعني. حبيبي يا شريف. الحاجه الثانيه انا عايز بس اعرف الناس حاجه عن شخصيتي. عماد ما اعتقدش ان ناس كتير تعرفها. ممكن عماد تعرف عماد ناس عارفين عماد اللعيب الكبير الهداف الممتع جلاد الخرنوس كل الالقاب اللي احنا بنسمعها دي بس في جزء من شخصيه عماد ما يعرف اللي هي شخصيته الانسانيه. عماد ما اعتقدش هتلاقي يعني ناس كتير فيهم الصفات دي وهتلاقي كل الناس اللي اتعاملت معاه بتجزم وفي اجماع على الحته دي يعني. عماد من الشخصيات الطيبه جدا النقيه اللي دايما ما تحسش ان هو عنده اي حساسيه من زميل او اي حقد من لعيب سواء بيلعب في مكانه او بيلعب في مكان غير مكانه او مثلا واخد كميه كبيره. انت عارف يعني ايه حساسيات من الفريق الواحد دي. عماد الموضوع عنده عباره عن مش هبالغ لو هي زيرو. انما عماد بيخرج منه رياكشن غريب عليه لما يحس مثلا ان هو مضطهد او مظلوم او مبخى في حقه او في ترصد بالنسبه له. هو ده وده يمكن يمكن الجانب الانساني اللي ظهر مؤخرا من عماد قبل ما يعتزل ممكن يكون ادى انطباع خاطئ عنه. انما هو في المجمل 90% او 95% من شخصيه عماد هي عباره عن طيبه وعباره عن هدوء نفسي وعباره عن سلام نفسي كمان ما فيش فيه حقد ولا فيه اي طغينه لاي حد يعني. ايوه حبيبي يا شريف. طب قول انت بقى. لا انا عايز اقول لك انا شريف اكرامي يعني من اول ما دخلت النادي الاهلي واحنا مع بعض مكملين مسيره طويله من مراحل الناشئين سواء مع النادي الاهلي او منتخب الناشئين ومنتخب الشباب ومع المنتخب الاول ومع النادي الاهلي. يعني السنوات الطويله كنا قاعدين مع بعض في اوضه واحده. شريف اكرامي انا طول الوقت بقول ان هو من افضل الحراس اللي موجودين في مصر. و يمكن شريف مش محظوظ بس الإصابات اللي جات له في الفترة الأخيرة لكن شريف أنا شايف إن قدامه سنوات طويلة في النادي الأهلي. وزي ما قال بيبقى صعب جدا إنك تخرج من الملعب ويبقى عندك أصدقاء بجد صح. إخوات صح. فأنا شريف بعتبره أخويا يعني على طول باستمرار مع بعض سواء من ناحية الأسرية أو من أنا وشريف مع بعض لو مسافرين بنتقابل لو غير كده بنتقابل في البيت. بتشرف ان انا خرجت بالكوره بواحد زي شريف اكرامي واحد زي احمد فتحي لان الناس دي بجد رجاله بجد ناس بتحب النادي بجد ناس مخلصه في عليهم دور كبير كمان. بالظبط ناس مخلصه في عملها. يمكن شريف ويمكن انا قبل ما اعتزل وحسام غالي من قبلي وحسام عاشور دلوقتي واحمد فتحي واللعيبه الكبيره بيحاولوا بقدر الامكان يشيلوا الضغوطات من على اللعيبه الصغيره او اللعيبه الجديده وبيحاولوا يشيلوا المسؤوليه من عليهم. اي نعم هم عليهم مسؤوليه لكن بيحاولوا يوصلوا لهم ان انتوا العبوا من غير ضغوط العبوا باريحيه العب راجل في الملعب وفي الاخر هتلاقي الناس كلها واقفه معاك. فانا يعني بتمنى للشريف التوفيق الفتره اللي جايه وربنا يكرمه والفتره اللي جايه يرجع. الشناوي موجود وشريف موجود والمنافسه دي منافسه محترمه وهتفيد النادي الاهلي وتفيد منتخب مصر. وشريف قادر باصراره وبعزمته ان هو يبقى موجود ويرجع ويبقى حارس مرمى النادي الاهلي مع الشناوي. ويعني مش انا ما بحبش الكلام الكتير عشان الناس ما تفتكرش ان احنا بنجامل بعض لكن شريف 10 سنين واخويا طبعا. حبيبي ربنا يخليك حبيبي. شريف اهم الحاجات اللي عشتوها مع بعض. الناس بتحب تسمع الكواليس الذكريات اللي بينكم وبين بعض من ايام ما كنتوا بتلعبوا في منتخب الشباب لغايه النهارده لغايه لا او ما كان بيكلمك امبارح زي ما هو بيقول عماد. والله بص على قد ما تقدر طبعا. حياتك عباره عن مراحل يعني. مرحله الشباب دي كانت من اجمل المراحل كان كلها طاقه وكلها احنا اهداف عايزين نحققها وحققنا فيها اهداف كويسه جدا حطت من كل واحد فينا في طريق مختلف يعني. يمكن صنفت عماد مهاجم الاول للنادي الاهلي اول ما جانا من كاس العالم على طول وحطيتني انا في بدايه طريق احتراف
وكل واحد فينا خد هو ابتدى رحلة مع النادي ورحلة مع المنتخب وانا رحت خدت رحلة مع الاحتراف الفاينل وبعد كده جانا قابلنا تاني. المرحلة بتاعت النادي دي هي تقدر تقول هي كانت اكتر مرحلة فيها تقلبات. لان انا ما عدتش انا بقالي لحد دلوقتي يعتبر 9 سنين 10 في الفريق الاول، انا ما عدتش مع اثنين بس في الاوضه في خلال ال 10 سنين دول. ابتديت بقى كانت فتره طويله حوالي 4 سنين كنا زمان غرفه واحده، بعد كده عبد الله السعيد. بس في الاربع سنين دول بقى انا كان فيهم يعني نجاحات ويعني اخفاقات وكان فيهم ضغط جامد جدا وكان فيهم مراحل يعني انا مش عارف طبعا انا يعني فتحت متاخر مش عارف اعمل اتكلم في ايه بالظبط في المراحل دي عشان انا مش عارف احط مرحله وكم مرحله. انما في البدايه انت في النهايه لما بتقعد بقى وبتفتكر الذكريات دي كلها بتحس ان هي ما تقدرش الثمن. حتى خلي بالك حتى بالظبط صح منها. اللي مثلا بيبقى فيها ضغط بيبقى فيها مشاكل او خناقات او في الاخر بنقعد نفتكرها يعني بنضحك فيها. انما في حاجه بس اسامه عايز اضيفها بس قبل ما انساها. اتفضل. امات بتعد ممكن هو يكون اخر سلسله في جيل كان جيل قوي جدا جدا، انت طبعا واحد منهم، ومرورا بوائل جمعه وبتريكه وبركه وسيد معوض وحسام غالي وعماد متعب. الجيل ده فنيا كان جيل عالي قوي. انما مش الصعوبه انك تعوض الجيل ده فنيا، لان انت وارد النادي الاهلي ولات هتجيب النهارده هتجيب بعد سنه هتجيب بعد 10 فنيا ما فيهوش مشكله، انما الصعوبه هتقابلنا ان انت ازاي هتعوض الشخصيات دي بشخصيات زيها. برافو عليك. شخصيات زيها من حيث المسؤوليه، من حيث تحمل الضغوط، من حيث ازاي تبقى عندك روح جماعيه وفكر جماعي. ايه دي الحاجات اللي احنا مش بس على مستوى الانديه، اعتقد على مستوى المنتخبات، واحنا حسينا بالمعاناه دي الفتره في كاس الامم الاخيره، واعتقد ان دي هتبقى مشكلتنا الاكبر. ان انت ازاي تجيب لعيبه امكانياتها الفنيه عاليه قد ما تقدر تجيب لعيبه عندها مسؤوليه كبيره تقدر تتحمل الضغوط وتقدر ان هي شخصيتها تناسب النادي الاهلي. مظبوط مظبوط، شخصيتها تناسب النادي الاهلي. صح، هي ده الاهم. بالظبط. بالظبط، هو ده التحدي، هو ده التحدي الاكبر اللي موجود عند الانديه دلوقتي وتحديدا في النادي الاهلي وعند الجيل اللي موجود دلوقتي. وازاي ده احنا بقى دورنا احنا اللي عمال كان بيتكلم فيها، ازاي احنا دورنا احنا كلعيبه قديمه ولعيبه عندها خبرات، ان انت ازاي تزرع ده في الجيل الجديد او اللعيب، مش بس الجيل الجديد اللي طالع واللعيب الجديد اللي جاي من بره والناشئ اللي طالع، لان هي دي اساس نجاح النادي الاهلي. مظبوط. بس فعشان كده انا كنت حابب ان انا يعني اقول الحته دي، لان ممكن يكون غايبه عن الجمهور اللعيبه دي، مش بس فنيا ليها علامه، لا اللعيبه دي شخصيا ليها علامه كبيره جدا جدا، انت كنت تكون اكبر من العلامه الفنيه. صح. يعني شريف، اولا شريف من اللاعبين المثقفين جدا. طبعا بيقرا كتير، يعني انا كنت قابلته مره بالصدفه بره، لو ما اعرفش فاكر ولا مش فاكر شريف، كنا احنا الاثنين بره مصر. شريف بيقرا كتير ومتفوق دراسيا ومتفوق دراسيا. بالظبط. من الناس اللي تحب تقعد تتفرج عليها وهو بيتكلم كمان، تحب تتكلم معاه كمان. يعني شريف حتى في الاجتماعات وهو بيتكلم مع اللعيبه لا بيعرف يوصل الرساله بهدوء، وامتى يعرف يعني في الاوقات الصعبه اللي كان بيقابلها النادي الاهلي كنت دايما اكلم شريف اقول له يقول لي لا ما تقلقش انا مكلم ده بيتكلم وقاعد وقلنا وعملنا يعني دور بيبقى مضاعف يا عماد في الوقت ده. كل ما بتبقى مسؤول وانت الكبير او الكابتن في النادي المسؤوليه بتزيد عليك بشكل كبير جدا، حتى لو انت عليك ضغوطات او انت مظلوم انت لازم تسكت ولازم تتنازل، انت تفكر في مصلحه النادي وطول الوقت تفكر في مصلحه النادي ومصلحه الفرقه بعيد عن مصلحتك. شريف بيعرف امتى يتعامل مع المواقف كلها، بيعرف ازاي يلم الفرقه مع حسام عاشور ومع احمد فتحي، يلموا الفرقه ويجمعوا الفرقه في المواقف الصعبه جدا، تلاقيهم هم اللي موجودين وهم اللي شايلين الفريق، وده دورهم في الفتره اللي جايه. طب شريف لو عايز تقول حاجه اخيره لعماد متعب تقدر تقول له ايه؟ شوف انا هقول له حاجه مش كليشيهات بقى، يعني مش عايز اقول كلام مكرر وكلام احنا قلناه، انا هقول له حاجه للامانه انا حاسسها جدا. انا للامانه عماد انا كنت اتمنى ان انت مشوارك في الملعب يطول عن كده، لان انا اعتقد ان انت كان لسه عندك وكان ممكن يتم الاستفاده منك بشكل احسن من كده بكتير، انما في الاخر هي اقدار. الحمد لله. هي اقدار. الحمد لله. لان زي ما انت شايف احنا يعني انا وعاشور حاليا وفتحي ووليد يمكن ما نعتبرش اللعيبه الاكثر مشاركه في الفريق دلوقتي. صح. انما مش معنى ان انت مش اكثر مشاركه ما يكونش ليك دور، فانا كنت اتمنى ان عماد يكون موجود معانا وحسام يا ريت لو موجود معانا، صوتك حسام كان قادر يكمل. صح. انما يعني يمكن الظروف او في ضغوط
بشكل ما حصلت خلت ان هم ما يقدروش يكملوا معانا. فكنت اتمنى ان هم يكونوا موجودين. الحمد لله. لان فعلا فعلا احنا مفتقدين جدا جدا كلاعيب كبار وصغيرين نوعيات وشخصيات من اللعيبه اللي هتكون موجود معانا. انما ما حدش عارف الخير فين. واعتقد ان عماد هيكون ليه دور خارج الملعب مع النادي الاهلي. مش معنى ان هو دوره مش موجود في الملعب دلوقتي ان هو خلاص انتهى. اعتقد ان هيتم الاستفاده منه بشكل او باخر للنادي الاهلي، لان عماد من الكوادر المهمه اللي يجب على الكره المصريه تستفيد منها. ولو الكره المصريه بتستفيد يبقى من باب اولى، والنادي الاهلي هو بيته. فاعتقد ان هو هيبقى ليه دور ان شاء الله في النادي ويكمل المسيره من خارج الملعب باذن الله. بشكرك جدا يا شريف. شكرا جزيلا يا نجم على وجودك معانا. انا بحب اسمع شريف، بحب اسمع كلامه. بيتكلم كويس جدا، مثقف، من القليلين يعني، من اللعيبه القليله. الجيل بتاعنا الحمد لله كله تقريبا معظمه كله لعيبه مثقفين وتعليمهم عالي يعني. احمد الشبكي من على تويتر بيقول لك مساء الخير يا كابتن. مساء الخير. مساء الفل. ويقول لك طبعا مساء الفل يا كابتن عماد، افتقدناك والله يا كابتن في الملعب ومستمتعين بتحليلك. السؤال، ايه رايك في اداء صلاح محسن وايه من وجهه نظرك اسباب اهدار وليد؟ هو اسباب اهدار وليد، لكن ايه رايك في اداء صلاح محسن؟ ما لحقش يلعب غير مباراه بالظبط، المباراه وادى فيها بشكل جيد، سجل هدفين، التحركات بتاعته كانت جيده، يمكن الاصابه بعدته فتره، وبعد كده كان في وجهه نظر فنيه ان هو ما كانش موجود. يفضل انا اللي عجبني ان هو كان اللي عجبني في فرقه النادي الاهلي في مباراه طلع بره ان هم مركزين مدار 90 دقيقه، حافظوا على نفس الشكل ونفس الاسلوب. ما فيش لعيب كان بيلعب بفرديه او بانيه، واخدين المباراه بشكل جدي، استفادوا منها بشكل كويس جدا جدا. يمكن كانت عوده لصلاح ان اول مباراه يلعبها بعد فتره طويله يسجل هدفين، ده مهم جدا، لازم يستمر ويكمل ويشتغل على نفسه. انا بتمنى اللعيبه اللي موجوده سواء المهاجمين، بس هتكلم على المهاجمين بشكل، اشتغل على نفسك طول الوقت، اتعلم، اتمرن، اتحط في مواقف كتيره جدا وتعلم منها. مش عيب انك تغلط حتى لو في تمرين، حتى لو في تمرين طبعا اتعلم، اتمرن. اتمرن في التمرين، جرب حاجات كتير، جرب ازاي الكره تلعبها المره دي بتكنيك معين، فشلت جرب بطريقه تانية، جرب تاخد قرارات مختلفه، جرب مواقف مختلفه، لان ده اللي هتتعرض له في المباريات. ووقت ما تتعرض للقصه دي في المباراه يبقى عندك حلول. تبقى خلاص انت اتحطيت في الموقف ده اكتر مره، ما بقاش حاجه جديده عليك. وتعلم، مش عيب انك تتعلم. احنا كلعيبه، كمهاجمين، كلعيبه موجوده في النادي الاهلي ومنتخب مصر، فضلنا نتعلم لحد ما بطلنا يا كابتن اسلام. مفيش حاجه، ما تبصش انك تبقى رقم واحد، لان مفيش حاجه اسمها رقم واحد. مش حاجه اسمها مهاجم مصر الاول، حارس مرمى، مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا. في حاجه اسمها انت لعيب اساسي، لعيب اساسي لازم تفضل ماشي بشكل جيد وبتستمر عشان تفضل مكمل لعيب اساسي. لكن ما احنا كنا في منتخب مصر كان في 5 مهاجمين، اي واحد فيهم بيلعب هو مهاجم مصر الاول. كان في ميدو، كان كابتن حسام حسن، وكان في ميدو، وكان في زيدان، وكان في عمرو زكي، وكان في عبد الحليم علي، دول كله، كان في احمد بلال من قبلنا، كان في لعيبه كتير جدا جدا هم مهاجمين كبار. فما فيش حاجه اسمها انا رقم واحد، في حاجه اسمها انا المهاجم الاساسي دلوقتي. عشان افضل المهاجم الاساسي لازم ابقى راجل، اتعلم، اشتغل، اجتهد، ما اريحش خالص، ما افتكرش ان انا عملت كل اللي مطلوب مني، لانك انت طول ما انت بتلعب انت ما عملتش حاجه. حط ده في دماغك علشان لما تبطل تلاقي نفسك عملت حاجات كتير. طيب اتمنى رسالتي توصل للكابتن متعب. هل هنشوفك تاني في الملعب؟ لان فعلا ما فيش فيرود في مصر زي متعب. ويشوف الصوره دي وريها له، وبعت لك صوره برضو حبيبي. ده ايه ده؟ ده في ده البيت عندي، ده كنت صغير، ده البيت عندي والله. والله دي قدام البيت على ما اعتقد، والله مش قدام البيت، دي قدام البيت على ما اعتقد يعني. اللي بيقول لك ممكن ترجع تلعب تاني. هو متعب قال ان انت، بس هل ده حقيقه متعب؟ هل انت في دماغك ان انت تلعب؟ لا لا، يعني انا لما بتكلم كنا هزار يعني كنا بنتكلم، بقول لمستر مان الجزيه يرجع وانا ارجع العب معاه. لا، فكره رجوع اللعب يعني، ما انا رفضت ان العب في اي حته غير النادي الاهلي. فهرجع العب تاني في حته غير النادي الاهلي؟ لا، لو النادي الاهلي جه قال لي تعالى يا عماد، وده طبعا ده لو مستحيل. بعد 100 سنه ده هرجع العب طبعا، ده مستحيل يعني. وبعدين عشان ترجع تلعب يا كابتن اسلام تاني، لازم مدير فني يبقى هو عايزك وعارف امكانياتك ويقدر يوظفك ويتعامل معاك نفسيا ان انت تبقى موجود. فعشان كده لما قلت مستر مان يعني، لو كابتن حسن شحاته كان ينفع يمسك النادي الاهلي، اقول له ارجع العب مع كابتن حسن شحاته. لو مستر مان ناس معينه يعني، ناس معينه، لان انا عارف ان الناس دي لما انا هبقى موجود معاهم هيقدروا يطلعوا مني احسن حاجه. ايوه،
مش هيبقوا بيتعاملوا مع عماد ان هو عالى علينا او عماد ضغط علينا، بل بالعكس هم هيحاولوا يستفيدوا من عماد بقدر الامكان. فده كان كنت اللي انا بقوله يعني، ما كانش قصدي ان انا هفكر ارجع العب واتمرن والحاجات دي. كابتن اسلام بيقولك، زينب بتقولك ايه المراره اللي موجوده في كلامك يا جماعه، ان انت تبطل كره قدم دي او تبطل حياتك بالظبط، حياتك انت، حياتك من ساعه ما فتحت عينيك لغايه لما هتقفل عينيك، ها حياتك كلها كوره بالظبط. يعني متى ممكن يكون بيلعب مع سيلين وتمارا وماتش شغال تلاقيه يعني رايح على الماتش وهو بيلعب؟ دي حياتنا يا جماعه. لا انا كمان انا بناتي، انا بقول لك انا قاعد مثلا اقعد بتكلم مع تمارا وسيلين، والله تمارا قالت لي كلمه انا قلتها قبل كده وبقولها تاني، قالت لي يا عماد انت بتقولي انت وحشني، فقلت لها ليه ما انا موجود معاك، قالت لا انت مش وحشني، كان في ماتش شغال في التلفزيون، انت مش وحشني في البيت، انت وحشني في الملعب. بنتي بناتي كل شويه يطلبوا مني ان هم يجوا معايا التمرين، لان كنت باخدهم التمرين في النادي ويلعبوا في الملعب. قلت لهم يا حبايبي انا ما بقتش بلعب كوره خلاص، انا بطلت. هم فاكرين لا ينفع يروحوا النادي دلوقتي ويلعبوا قبل يقعدوا يتفرجوا عليا وانا بتمرن، الحاجات دي كلها بتوجع خد بالك طبعا، يعني بتكسر يعني تعبك. طب وتدخل معاها في نقاش بقى ان هي تقول لي طب انت ليه مش ينفع ترجع تلعب كره تاني؟ اقول لها عشان انا بطلت. تقول لي يعني ايه ما انت لازم ترجع، انا عايز اشوفك وانت فاهم، انك تقعد تقنعها بقى انك اعتزلت وبطلت ومفيش كره تاني، الموضوع بياخد مني مجهود وبيتعبني نفسيا. طيب كلامك مهم، ومعنى كده ان لازم يكون في، ممكن تلاقي تبقى في يوم من الايام مدرب متخصص للمهاجمين بس يا متعب، انت عارف الحاجات التخصصيه دي موجوده بره مصر، في حاجات، لكن هل ده ممكن نشوفه منك انت كعماد متعب؟ لو طلب مني طبعا، لو طلب مني اي معلومه اقدر افيد بيها مش هتاخر خالص يا كابتن اسلام. لو في النادي الاهلي التوفيق بيقول لك، لو النادي الاهلي عرض عليك منصب في الاداره او منصب في الجهاز الفني او منصب في يعني تقبل ايه؟ تقبله ولا ما تقبلوش الاول؟ يعني النادي الاهلي لو طلب مني اي حاجه انا هبقى موجود طبعا، بس المهم ان في ان انا ابقى هضيف للنادي الاهلي وهقدر اعمل حاجه في النادي الاهلي في الفتره دي، وحاجه انا اكون هنجح فيها، هنجح فيها. طيب ده مصطفى عاطف بيقول لك، ازيك كابتن اسلام وتحياتي الكابتن متعب، منور بيته دايما يا كابتن، حاجه جميله من ريحه الزمن الجميل حبيبي يا قناص. عبده اصلا بيقول لك، ليه ما نستغلش حد بثقافه عماد متعب ونخليه مره مهاجمين النادي الاهلي؟ ايه هو اللي ناقص النادي الاهلي؟ ايه اللي ناقص النادي الاهلي من وجهه نظرك دلوقتي؟ وخلينا نروح للنادي الاهلي شويه متعب قبل بس ما تسال او ترد على هذا السؤال، ولا خلينا نطلع نشوف التقرير. التقرير جاهز يا شباب؟ التقرير ده طب قبل ما، عشان احنا مرتبين الحلقه مش الناس عماله تتفرعنا. لا صد صد ف احسن اجوان في حياتك يا متعب. ما هو برضو كتير انا عارف، بس يعني على الاقل تقول لي 4 5 6 7 8. يعني في احسن وفي اغلى يعني. هدف الاتحاد الليبي من احلى الاهداف. إيه؟ بالظبط. الزمالك في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا من احلى الاهداف. الزمالك 2-1 2-1 2-1 من احلى الاهداف. كاس العالم للشباب في الامارات في انجلترا من احلى الاهداف. الاغلى الكونفدراليه، الاغلى جزائر. لا يعني اهداف كتير، في منهم الاغلى وفي منهم الاحلى طبعا. طيب تعال نروح نشوف الجمهور قال ايه على احسن اهداف عماد متعب ونرجع نكمل. عماد متعب، عماد مزعج، عماد مؤلم، هداف يا ابني، هداف بدرجه امتياز. عماد 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 يحيى عماد. احب اقول له انت كابتن كبير قوي ولك قيمه كبيره، هداف مصر التاريخي. طبعا مش ناسيلك جون الجزائر بتاع رفعت السيد معوض في الاخر دقيقه اللي لعبنا ماتش فيصل. رجع الثاني سيد معوض، الهدف اللي هو كان في تصفيات كاس العالم لما قابلنا الجزائر، كان هدف جميل جدا 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 بالراس، حطه بشكل رائع يعني. لما مدافع على الحال والله، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. اثنين في الزمالك، واحده اللي حطها بشماله في البعيده لعبد المنصف، والثانيه اللي خدها وحطها برضه في المقص. ايوه انا مره ثانيه ودور يمين. موقف جاب اهداف كتير، بس احسن هدف اللي هو بتاع الجزائر، الرفعه بتاعت سيد معوض، وطبعا ما حدش ينسى برضو الجون بتاع بطوله الكونفدراليه. وحده حطيتها سريعه والعرضيه جميله، راسيه
مهاجم جه في تاريخ مصر، وافتكر له كان احسن جون، الجون اللي جابه في سيسبورت في اخر دقيقه في نهائي افريقيا الكونفدراليه. هو طبعا كابتن عماد متعب طبعا ليه اهداف مميزه جدا وكانت مؤثره، كان من اميز الاهداف اللي كان في وقت صعب جدا، هو ماتش سيوا سبورت في النهائي الكونفدراليه اللي قدر النادي الاهلي وياخد البطوله لاول مره في تاريخ النادي الاهلي. مليون مبروك، مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، هذه البطوله، هذه الكاس، البطوله زعيم هو الكبير، البدايه الافريقيه العام 2014. عماد متعب، عماد مزعج، عماد مؤلم، هداف يا ابني، هداف بدرجه امتياز. عماد، 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 يحيى عماد. سبحان الله عماد، برضو الحاجات اللي انت، الاهداف اللي انت بتقول ان هي بالنسبه لك، بالنسبه للجمهور بالظبط، لان انت بتكون حاسب اهميتها، بالظبط حاسب اهميتها وتوقيتاتها وحلاوتها. يعني يعني الكونفدراليه انت بتتكلم بطوله الاولى اللي دخلت النادي الاهلي بطوله الكونفدراليه، والتوقيت بتاع الهدف وانك تفوز في الدقيقه 95 ودخل بطوله للنادي الاهلي بحجم البطوله الكونفدراليه، ولاول مره في تاريخ مصر، فكان بالنسبه لي هدف غالي جدا، هدف الجزائر طبعا دقيقه 95، هدف يوصل المباراه فاصله، انت مش متخيل فرحه الناس في الملعب، هدف في مرمى نادي الزمالك اللي فزنا فيه 2-1 في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، الاتحاد الليبي، هدف من الاهداف اللي انا يعني بتبسط لما اتفرج عليها، هدف منتخب مصر في انجلترا في كاس عالم للشباب من الاهداف اللي انا بتبسط. لا ده بص، هو الهدف ده على فكره يعني الكره جت من نص الملعب، يمكن من احمد وحيد الله يرحمه، كره اتلعبت وانا كنت رايح واحد ضد واحد، الكره في الاول ما طوعتنيش يعني انا عايز اخدها في اتجاه، عايز اخدها في اتجاه، راحت في اتجاه تاني. الميزه في الهدف ده ان انا هديت بشكل، يعني كل ما اجي احط الكره مدافع يرجع احطها تاني مدافع يرجع، ان انا في عز المجهود ده كله والزحمه دي النهايه كانت حلوه، النهايه ان انا شفت الجون فين وركنتها. لو واخد بالك انا ركنت الكره ما شطهاش، اكني بلعب ضرب جزاء بالظبط، الجون راح في زاويه والكره في زاويه. بص هتلاقي الجون في زاويه والكره في زاويه، الكره في زاويه. بعد ده كله ان انا تعاملت فيها معاها بشكل جيد، ده اللي بحبه في الهدف ده، ان في وسط المجهود وفي وسط الزحمه وفي وسط كابتن حسن برضه واحمد فتحي عمال يضرب طبعا فتحي يعني كان هيموتني. فيمكن فوز، بص شايف وانا مش عارف اعمل توازن، بص كم واحد كمان واقفين، بس محافظ على 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 تفكيري وعلى تركيزي وحطيتها بشكل جيد وعلى هدوءك بالظبط. طيب خلينا نروح للنادي الاهلي شويه، شايف المشهد الحالي بالنسبه للفريق دلوقتي، تعاقدات بدات في شهر يناير الحقيقه، لغايه دلوقتي تعاقدات مهمه، اعتقد جداً. مهمه جدا وجهه نظرنا، يعني ان هي مهمه جدا. عايز اعرف برضو وجهه نظرك، شايف المشهد الداخلي دلوقتي النادي الاهلي، تعاقد مع مدير فني جديد مستر لاسورتي، ارتأت لجنه التخطيط ان هو يتم توجيه الشكر ليه، وبالتالي خلاص تم توجيه الشكر ليه، مواصفات المدرب الجديد من وجهه نظرك. خلينا نبدا بالاول بالمشهد الحالي والصفقات اللي اتعملت خلال الفتره اللي فاتت في النادي، يمكن الصفقات اللي اتعملت في النادي الاهلي صفقات مهمه جدا جدا جدا، وبان تاثيرها في من يناير اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي الموسم كان بدايته كانت صعبه جدا، اصابات وتغيير جهاز فني، وكان عدد اصابات مريب، والترتيب في الجدول وتاجيل مباريات، لكن ال ال ال, ال, ال يعني اللعيبه اللي جت في يناير عملت فرق بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي، الاداء اتحسن والنتائج اتحسنت، واللعيبه بقى ليها تقل في الملعب مع اللعيبه اللي موجوده، قدر النادي الاهلي يرجع من بعيد في بطوله الدوري ويفوز ببطوله الدوري، ودي كانت حاجه كبيره جدا. طبعا وبان ابناء النادي الاهلي بس ابناء النادي الاهلي بس اللي كان عندهم ثقه بالظبط النادي الاهلي، عشان عارفين ما حدش كان متوقع، عارفين ان احنا لا هنرجع هنعمل اللي علينا لحد اخر يوم، يعني في الاخر ما نحسش ان احنا قصرنا. الهزيمه من صن داونز توقع اي فرقه، صح، توقع اي شخص، لكن شخصيه اللعيبه وشخصيه الاداره وانه ازاي قدروا يلموا بعض وخلاص بطوله ومباراه انتهت، اي نعم بنتيجه كارثيه بالنسبه للنادي الاهلي طبعا، لكن في الاخر خلصت
هنفكر في اللي جاي. اللعيبه لمت نفسها بشكل سريع. كبار ودورهم طبعا. اللعيبه ما هو اللعيب اللي عنده شخصيه واللي يقدر يرجع بسرعه. في لعيبه تانية ممكن في الفتره دي عايز اختفي بقى. لا انا عايز اختفي مش عايز اظهر خالص لان الجمهور مش هيرحم حد. لا انا اللعيبه انا هقف وهظهر وهبقى موجود وهلعب ومستني اقرب بطوله تيجي عشان احققها عشان اللي حصل بالظبط عشان انسى اللي حصل. يمكن الاهلي فاز ببطوله الدوري دي بطوله انا على ما اعتقد الاغلى لانه كان بعيد فيها بشكل كبير جدا وكان ظروفها كانت صعبه وكان نادي الزمالك مادي موسم جيد قدر يفوز بالكونفدراليه وكان قريب للبطوله لكن النادي الاهلي فاز بيها في الاخر. جات الكاس. الكاس ده بالنسبه لي انا مشكلتي في مباراه الكاس وانا يمكن قلتها لعيبه النادي الاهلي او لعيب النادي الاهلي مواصفاته ان لازم يبقى شخصيته وطريقه لعبه قويه بالظبط قويه وثابته. انا عندي سيستم ماشي عليه ما بمشيش ورا المباراه. النادي الاهلي مشي ورا مباراه بيراميدز نتيجه 1-0 هرجله واستعجال ومساحات مفتوحه ومفيش تنظيم ومفيش شكل في الملعب. لا لعيبه النادي الاهلي انا ممكن اتحط في موقف ابقى خسران 2-0 ازاي اعرف ارجع اتحط في موقف كسبان 2-0 ازاي احافظ على شكلي. السيستم او الشكل مع التغييرات الفنيه لازم يبقى ثابت وواحد دينا ولعيب هو قوي 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 ذهنيا قوي احنا ثابت بمعنى اصح ان انا دخل فيها هدف لا انا عندي انا ايه المشكله هقدر ارجع دخل فيها اتنين هقدر ارجع. دي شخصيه اللعيب اللي موجود في النادي الاهلي مش اللعيب اللي موجود في النادي الاهلي انه يلعب مباراه يكسب فيها 9 و10 و8 لا خالص. يعني ده ممكن يحصل مش تقليل طبعا ده مهم جدا انك تكسب 9 و8 لكن في نفس الوقت مهم جدا في المباراه اللي انا ممكن اكون متاخر فيها المباراه الكبيره ابان شخصيتي وبان قوتي وبان ان انا لعيب قد المواقف دي لان النادي الاهلي في الاخر عينه على البطولات عشان تبقى عينك على البطولات هتقابل فرق كبيره. بس عجباك الصفقات اللي طبعا حتى مؤخرا يعني انت جبت 3 صفقات في حدود اللي يعني اللي كان بيطلبه الجهاز الفني بالزبط. في ذلك الوقت طيب لا. صفقات مهمه جدا مهمه جدا صفقات مهمه جدا واضافه للنادي الاهلي وهيبان الفرق مع 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 الفريق في الفتره اللي جايه. اتمنى ان هم يندمجوا بسرعه يشربوا من اللعيبه الكبيره يعني ايه النادي الاهلي يعني ايه اللعب في النادي الاهلي لان اللعب في النادي الاهلي في اللعب في الانديه الكبيره صعب جدا مش سهل لانك انت عليك انت بتقايم كل يوم انت عليك ضغوطات طول الوقت الناس ما بتبصش انك كسبت النهارده فده اللي احنا لا ده هو انت تبص انك كسبت ومحتاج منك اداء ومحتاج منك رجوله ومحتاج منك كل حاجة. فانت عشان تبقى عندك شخصيه انك تقدر تعمل ده لازم تبقى ثابت وواقف على رجلك وقوي وتقدر تواجه ولما تقع تقوم تاني يعني انت تستغل الوقعه ان هي تقومك اقوى ما تهمدكش. فدي كلها حاجه صفات ومواصفات اللعيبه الكبيره واللعيبه القديمه اللي موجوده بتشربها اللعيبه الجديده واللعيبه الصغيره ومهم جدا ان هم يدخلوا ويندمجوا بسرعه في الفريق علشان البطولات اللي جايه صعبه جدا وقويه جدا وجمهور النادي الاهلي في الفتره دي يعني مش هيسمح باللعيبه اللي هتبقى متهاونه او اللعيبه اللي هتبقى مش حاسه بالمسؤوليه يعني اللي عليها يعني ممكن تبذل مجهود بس تبذل مجهود جوه الملعب الناس هتطلع تسقف لك بغض النظر عن النتيجه بالظبط. هو احنا طول عمرنا واحنا موجودين في النادي يا جماعه اخرج من الملعب ما تقولش انا كان نفسي اعمل كذا او انا يا لو في وقت كنت عملت كذا. لا تعمل كل اللي تقدر عليه والنتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ما حدش يعرف الغيب لكن في الاخر انت اللي بايدك انك تقدر تجري وتعمل مجهود مش بايدك ان انت طبعا التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى انك تجيب هدف لكن في الاخر الحاجه اللي بايدي يعني اللي انا اقدر املكها ان انا اجري ان انا ابذل مجهود. الحاجات التانية انك تبقى موافق او مش موافق دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. طب قول الو برضو عشان انا عارف مين بس مش هقول لك. ماشي الو. مساء الخير. مساء الخير كابتن عماد. لا لسه ما مين لسه ما جبتكش قول اي حاجه. اوعى تقول واحد انت بتحبه جدا برضه لسه قايل لي عليه مش عارف ايه ما انا مش سامع. طب اتكلم حتى. ازيك يا كابتن؟ مساء الخير تاني. ده كابتن يوسف. يوسف مين؟ محمد يوسف؟ لا لا ما انا مش سامع. انا مش هقول لك بقى. طب بقى يا هرم يا هرم الهرم؟ يا هرم ازيك يا هرم عامل ايه؟ ازيك يا كابتن مصر وحشني. بتستعماني يا هرم؟ لا 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 كفايه كده انت بقالك ساعتين قاعد تتكلم والذكريات وهداف مصر الاول ولكن ما ينفعش اقول الاسم الثاني خالص مش هينفع. ازيك يا عم مصر وحشني. عامل ايه يا هرم؟ وحشني والله انتوا الاثنين يا كابتن اسلام. ازيك يا شوقي عامل ايه؟ طيبين الحمد لله يا حبيبي. طيب ربنا يخليك يا اولا وحشنا جدا يا شوقي ويعني دايما بنتذكر الايام الجميله لازم اسم محمد شوقي يبقى في النص معانا دايما في كل حاجه الحقيقه في ذكريات في حاجات حلوه منتخب نادي اهلي في اي حته الحقيقه شوقي.
والله يعني اكيد اكيد ايام وسنين طبعا ما تنسيش بحلوها بحاجات كتير جدا كانت فيها، ولكن انا برضو كنت محظوظ جدا ان كنت معاكم. من يعني ربنا اكرمني ان انا كنت مع مجموعه زيكم وناس كتير طبعا يعني مش هقدر اقول اسمائهم كلهم لان عشان ما فيش حد، لكن انا الحمد لله يعني بحمد ربنا ان انا كنت وقتكم ولعبت في 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 ايامكم وجبنا بطولات النادي الاهلي، وكنا الحمد لله يعني عملنا جزء اظن يعني كبير في تاريخ النادي الاهلي. طيب شوقي، يعني عماد متعب معانا النهارده ويعني بنحتفل الحقيقه بيه وبوجوده في قناه النادي الاهلي، و ايام جميله قضيتها مع عماد متعب سواء في النادي الاهلي او مع المنتخب، لكن احلى ذكرياتك مع عماد ايه؟ او لو عايز تقول اي حاجه تخص عماد متعب. هو يعني برضو عشان عماد قريب من يعني انا وهو قريبين من سن بعض حتى يعني كان عماد يبدا طالع كنت انا وهو قريبين من بعض جدا فتره طويله، يعني كنا قريبين من بعض صح تقريبا نفس التفكير ونفس الدماغ ولسه صغيرين، وانت فاهم يا كابتن اسلام مش عايزين نوضح اكتر من كده. عايز اشوق مني بس عايز ايه مني قول لي قول لنا برضو اشوق عشان الناس تعرف يعني لازم اديك كابتن عماد واحده كده برضو يا عمده ماشي يا شوقي منتهى الانبساط اللي في الدنيا تلاقي عماد متعب بيحلل في قناه في واحده من قنوات الكبيره، شوقي ماسك المنتخب الاولمبي واسمه مرشح بشكل كبير ان هو ان شاء الله يكون مع المنتخب الاول، مش عارف مين هنا ومين هنا ومين هنا ومين هنا، بتبقى سعيد يا عماد طبعا لانك تقدر توصل اللي انت اتعلمته واللي انت عملته في حياتك للجمهور او للعيبه الصغيره او اللعيبه الجديده، لان اللعيب لما بيسمع منك او بيسمع من لعيب هو حقق انجازات وحقق بطولات وكان اسمه الحمد لله كويس في الكوره بيقبل المعلومه وبيقتنع بالمعلومه، ويمكن اللي بنحاول نعمله ان احنا ندي رسائل للعيبه او للجمهور من غير ما نجرح في حد بالزبط. يعني انا واخد عهد على نفسي ان انا عمري ما هتكلم على لعيب وحش، انا هتكلم هنتقد اللعيب في المباراه في الاداء، وهتبقى نصيحتي ليه في الاداء ماليش علاقه باي حاجه تانية عشان بس الامور تبقى واضحه، لان اللي انا كنت بزعل منه فمش هعمله في حد خالص. محمد شوقي ربنا يكرمه بيأدي بشكل جيد مع كابتن شوقي غريب، وزي ما انت قلت انه مرشح انه يكون مع المنتخب الاول، اتمنى له التوفيق. انا عايز اقول بس ان شوقي يعني في النادي الاهلي كان بيبقى فيه مجزره في نص الملعب او في منتخب مصر، محمد شوقي وحسن مصطفى وحسام عاشور، انا مش فاهم ايه اللي بص هو في يعني الحته دي كارثه، وفي نفس القصه في منتخب مصر مطمنين ان احنا موجودين في الملعب، انا مطمن ان في محمد شوقي في حسام عاشور وفي حسن مصطفى موجودين في الملعب مع خط الظهر مع اللعيبه اللي موجوده مش شايل هم خالص، عارف ان في ورايا رجاله ما بتعديش حاجه، هم نفسهم كانوا بيقولوا يعني شوقي كان يقول لي مالكش دخل ما ترجعش ما تلاقش هاجم ومالكش دخل ما تشيلش هم انك تدافع بس هم هحط جوان لا فدي كلها كان بيجيب جوان يا شوقي ايه ده كان بيجيب جوان لا كان بيجيب يعني يعني شوقي مش يعرف يقطع في دي الحمد لله جبت واحده يا جماعه انت عمال تدينا واحده بالصبح فلازم اديك واحده ده يعني شغال شغال ماشي ماشي شوقي هو ده محمد شوقي ماشي شوقي لا يعني متعب اتفضل يا شباب تكمله بس على كلام عماد او 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 كلامك اللي كنت بتقوله يا كابتن اسلام طبعا قمه يعني فرحه كبيره جدا انك بشوف عماد في التلفزيون وبيتكلم وبين خبراته في الكوره اللي موجوده دلوقتي فاهم قصدي طبعا في الكلام يعني هو بيتكلم في الكوره اللي موجوده مش من بعيد عماد لسه مبطل بقاله سنه سنتين فبيتكلم في وضع واقعي دلوقتي حضر معظم اللعيبه اللي بتلعب وفاهم ممكن طريقتهم في التعامل لان برضه الملعب مش اخضر بس لازم تفهم الكوره مش جوه المستطيل الاخضر بس و4 2 3 1 و5 2 3 4 والكلام اللي احنا بنقعد نقوله كتير لا في جزء بره الملعب. فعماد من الناس اللي موجوده دلوقتي قادره تنقل الصوره كامله لان هو حاضر اللعيبه اللي موجوده معظمهم دلوقتي وكان بيلعب قريب بيعرف يتكلم وبيقول اللي ممكن اللعيب يعمله او ما يعملوش حتى جرح او ما جرحش الموضوع مش تجريح الموضوع بيقول ايه اللي ممكن يعمله اللعيب عشان يبقى كويس صح وانت يا اسلام برضه لما بنشوفك دلوقتي ما شاء الله مقدم براند كتير وكذا كذا كذا كل الناس كتير جدا في مجال الكوره انا دلوقتي كلنا مصريين اكيد شايفين بعض
كلنا حتى لو ما كلمش بعض لا بشوفك بتفرج عليك بتعرف بتتبسط بتعرف اخبارك فدي طبعا يعني تواصل بصوره غير مباشره غير مباشره ولكن طبعا يعني اتمنى الباقي طبعا يدخلوا انا ما اعرفش مين لسه ما دخلش ولكن ان شاء الله الفتره الجايه لازم ندخل كلنا واحد يعني كده كفايه شوقي متعب يعني بس ما جابش جون في البرازيل هداف بس ما جابش جون في البرازيل لا ما شاركش البطوله دي انا كنت عامل عمليه في ركبتي كان عامل عمليه صح كنت عامل عمليه كنت في المانيا كنت اتفرج على انا قصدي هو اللي جاب جون هو جاب جون عالمي جاب جون عالمي من احلى الاجوان لا المنتخب كمان عمل شوط اروع بص هي دي شخصيه اللعيب بقى اللي انا بتكلم عليها كابتن سلام انت بتلعب منتخب البرازيل وخسران 3-1 لا شفت كمان ما فرحش ده يلا هاتوا الكره ويلا ما ده اللي بتكلم فيه بتلعب منتخب البرازيل وخسران 3-1 وترجع في 7 دقائق ترجع في 7 دقائق انت ده معناه انك عندك العقليه ان انت هتقدر ترجع بتلعب البرازيل حط تحت البرازيل دي مليون خط شوف الاسامي اللي موجوده لكن عقليه اللعيبه شوي لما سجل هدف هو بيروح يجيب الكره عشان يرجع عشان عايز يتعادل مش فرحان ان هو جاب جون في البرازيل فخلصت في لعيبه تانية ممكن يقول لك لا يا عم اخسر 4-2 ده انا عملت انجاز او اخسر 3-1 ده انجاز من البرازيل لكن ال- ال- الفكر هو ده اللي احنا بنحاول ننقله للعيبه ان انت لا انت الهدف بتاعك طول ما انت في الملعب انت قادر تعمل زي تعمل اي حاجه لان طول الهدف ده يعني بص استلم وخلاص القرار بعد كده بص زيدان بيعمل ايه بيجيب الكره من جوه بتتفرج يا شوقي بلا ما بتفرجش ولا بره بس انا حفظت الكوره بس حافظ حافظه طبعا لازم لازم يكون حافظ بس زيدان بيروح يجيب الكره من الجون وخلاص بترجع بتكمل اللي بعدها بثلاث اربع دقائق زيدان الهدف الثالث ولولا ان سوء التوفيق ما كنتش خسرت المباراه دي بالظبط لكن يعني في الاخر الناس كلها بتتكلم على اللي انت عملته يعني شوف انت خسرت لكن الناس كلها مبسوطه من الاداء بس يا شباب هو الـ 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 زي ما هنرجع تاني الاول خالص يا كابتن اسلام شخصيات اللعيبه كانت فارقه جدا كل واحد كان فعلا فرقه كل واحد عنده تفكيره وعنده شخصيته في الملعب وبره الملعب واحساسهم بالناس كانت مهمه جدا في حاجه اكيد انت فاكرها وكلنا فاكرينها كلنا كنا بنتعاهد قبل اي ماتش بنلعب لاصغر فرقه لاكبر فرقه ان احنا عايزين نكسب عشان الجمهور عشان الناس كانت مهمه جدا حتى الهدف كان هدف يعني كبير مش صغير جدا فده مهم جدا لاي لعيب دلوقتي واي حد بيلعب دلوقتي لازم يحط في اعتباره ويحط قدام عينيه طموح وهدف ان هو يقدر يوصل له كفردي وكجماعي الموضوع لازم يبقى جماعي فهو كتير جدا حتى ممكن تكون وحش في مباراه مين اللي جنبك ممكن يقدر يشيلك بره الملعب حتى لو انت متضايق ممكن يقرب منك يكلمك عشان يرجعك تاني جوه الملعب حاجات كتير جدا لازم اللعيب يفهمها دلوقتي ولازم طموحه يكبر كل ما هيلعب لازم لا عايز اكتر 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 برضه فردي وجماعي لان الموضوع برضه مهم جدا اللعيبه القديمه كلها كانت نفس التفكير اللي بره زي اللي جوه زي اللي ما بيلعبش خالص زي اللي قاعد في البيت زي المصاب هو عماد اكيد يعني على اللي انت عايزه وهو بيتفرج عليه وكان مصاب كان بيتمنى اكيد المنتخب يعمل احسن بطوله في الدنيا فدي مهمه جدا دي مهمه جدا ان كل اللعيبه تفهم ازاي تقدر تجدد طموحها والهدف بتاعه ان هو يوصل لاكبر حاجه طول ما هو رجله في الملعب وقادر شوقي لو اخيرا عايز تقول حاجه لعماد متعب تقول له ايه والله عماد انت وحشتني تلعب تاني يا عماد يا عم ما تسخروش علينا بقى تاني احنا بالصبح عمالين نهديه ونجيبه يمين ونجيبه شمال معلش بقى وانت وحشنا شوقي عشان تلعب تاني برضه بالظبط ما هو شوقي برضه بطل قهر يعني فاهم مش مشكله الحل من بعض نتكلم عن الموضوع يعني قعدنا بغض النظر يعني بلاش ذكر اسماء طبعا ولكن حتى هو قبل ما يجي يعني كان نفسك متعب يكمل ده تقصده انا اول واحد تقريبا في المجموعه مريت بنفس الظروف انت فتحته انت فتح يعني جبت شوقي في القصه دي بقول لك ايه يا شوقي عايزين نعمل حلقه قريب في سهره مع تحكي فيها اللي انت عايزه ايه رايك كده يبقى الجرعه قويه إيه جدا ايه رايك في الكورنر ماشي خلاص انا جاهز بتشوف بتشوف يعني انا بشكرك جدا لا انت وحشت جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي عايز يشوفك ويعني كل جمهور النادي الاهلي يتمنى وجود الناس العظيمه الهايله دي وبعدين بيشتغلوا موجودين ومتواجدين وبيشتغلوا بيحاولوا يكملوا بيحاولوا وبينسوش فضل النادي الاهلي عليهم ابدا يعني فشوقي من الناس دي الحقيقه متعب فشوقي يعني سبب رئيسي في الانجازات اللي حققناها مع النادي الاهلي او منتخب مصر هرجع واكررها
بتكلم عن الرجوله. الرجوله راجل في الملعب، راجل تعتمد عليه. ده مهم والله، ده اوقات بيبقى اهم الفنيات. ان انت اللعيب عارف ان هو مش هيتدلع اللحظه. فشوقي من نوعيات اللعيبه دي، اللعيب اللي انت تبقى مطمن بوجوده. اوقات شوقي كان بيتحط هو رقم واحد، الفرقه كلها بتحط عليه. نفس قصه وقت عاشور كان بيتحط والفرقه كلها بتحط عليه، لان دورهم كان مهم جدا جدا. دوره من ناحيه اللعيب القائد، ومن ناحيه الفنيه انك تعتمد عليه من ناحيه الفنيه. فشوقي دوره ما يقلش عن اي لعيب من اللعيبه اللي قامت بالدور، سواء مع النادي الاهلي او منتخب مصر. واحد من اهم اللعيبه اللي جت في المركز ده في مصر، في النادي الاهلي او في منتخب مصر. انا بشكرك جدا يا شوقي. تمام، بشكرك جدا انك سمحت لي ادخل اكلمكم. ده شرف لينا وكل جمهور النادي الاهلي مبسوط بيك يا شباب. مع بقى من الشبيطه الكلام. ماشي يا هرب، ماشي. شكرينا شوقي، وان شاء الله هنكلمك نعمل حلقه قريب ان شاء الله. شكرا جزيلا للنجم محمد شوقي، وانا بشكر الحقيقه دكتور محمد العدل، ادانا وقت زياده كمان يا متعب، لانه زي ما انت شايف الحلقه شغاله. احنا كنا نمره 5 ترند، دلوقتي بقينا نمره 3، نص ساعه وهتلاقي نفسك بقيت نمره 1 كالعاده يعني، وقعدتك دائما. خلينا نروح للفيسبوك شويه. اتفضل. معلش يا جماعه اعذروني والله بجد، لانه يعني كتير. بسم الله ما شاء الله. لا فيسبوك بقى، ما احنا كل ده تويتر. نروح للفيسبوك شويه عشان الناس ما تزعلش مننا. مدحت الكومي بيقول لك كابتن اسلام اشكرك، مبسوط بوجود المتعب عماد، وبساله نفسنا نشوفك في النادي. ترند رقم 2. ماشي يا سيدي. وعمرو السلية متابع الحلقه يعني، هتقولنا عمرو السلية حبيبي. لا انا عايز اقول لك انا على طول على اتصال مع عمرو السلية، ومن اللعيبه يعني اللي بحبها جدا. اكلم عمرو السلية محمود لو يعني مسموح له ان هو يخش، يا ريت يعني يعمل برضه معانا. لعيب محترم جدا وملتزم جدا يا كابتن اسلام. مهم جدا ان اللعيب ما يبقاش بيتكلم كتير وما بيظهرش كتير، ومركز في شغله. عارف مركز في شغله، مركز في شغله، والناس هي اللي بتطالب دائما بوجوده. بالظبط بالظبط. النصائح اللي تقولها للعيبه يا كابتن، عشان الصراحه احنا شايفينهم محمد حامد ميدو يعني ماتش بيراميدز بعيدا عن الظلم التحكيمي ضيعنا جوان كتير. بالظبط، احنا هي دي المشكله اللي بيمر بيها النادي الاهلي الفتره الاخيره. النادي الاهلي بيوصل كتير لكن بيضيع كتير. اللعيبه لازم تشتغل على الحته دي بشكل جيد، يبقوا اهدى بشكل كبير في التعامل داخل ال 18. التركيز يزيد، الاصرار يزيد، الرغبه تزيد، الحاجات دي كلها. الاستمراريه في التعليم، الاستمراريه في التدريب على المواقف، الحاجات دي كلها هي اللي هتخليك توصل للمباراه. الحاجه اللي تجيلك في المباراه تبقى سهله. تاني حاجه، اللعيبه طبعا حاسه بالجمهور وحاسه بالمسؤوليه اللي عليها، لكن الاحساس ده لازم. عارف هتلاقيني على طول بقى ايدي بتتعمل كده، اللي هو لازم تزيد، لازم. ده دايما كلنا على فكره بالظبط يعني بتعمل كده، لان ده الجيل كله بتغلي. عايزك تبقى بتغلي من جواك. بتغلي ان انت الكره بتقطع منك، بتغلي ان انت بيدخل فيك هدف، بتغلي ان انت ما كسبتش المباراه دي. الحرقه اللي هتبقى جواك دي يا كابتن اسلام هي اللي هتخليك تحافظ على اي فرصه تجيلك، هي اللي تخليك تحافظ على اي بطوله انت بتشارك فيها. لكن لو دي مش موجوده زي ما انا بجز على اسناني كده، هتلاقي في مشاكل في البطولات، مشاكل حتى مع الجمهور. الجمهور بيقدر ده يعني. الجمهور زي ما حضرتك قلت في بدايه الحلقه، انت ممكن تخسر مباراه وتلاقيه واقف بيسقف لك، ممكن تكسب مباراه ويبقى مش راضي عن ادائك. صح. ده ناتج عن ان انت هو حاسس قد ايه انت بتخلص وقد ايه انت راجل داخل الملعب. على الفيسبوك بقى احمد عبد العال بيقول لك مساء الخير يا كابتن اسلام، منور بيتك يا ابو تماره حبيبي وحبيب الكل. المتعب الالف لام ميم واو عماد هاني سيد ابراهيم بيقول مساء الفل عليك يا احلى واجمل واحد في قلبي كابتن عماد، متعب وحشني جوه الملعب وبره الملعب. ربنا يخليك. نفسي اروح النادي الاهلي واشوفك تاني. زوال حد كان شافك. عاطف بيقول لك النهارده عيد بوجود اعظم واخلص هداف في التاريخ، قناص القلوب العمده متعب، ومهما تمر السنين ستظل في القلب والعين. حبيبي عاطف ربنا يخليك. احمد مساء الخير عليك يا كابتن اسلام، ونورت بيتك يا كابتن عماد، وهتفضل في قلوب كل الاهلاويه، وانت افضل مهاجم في افريقيا، ربنا يوفقك واشوفك افضل مدير فني. هو قال مدير كوره. ماشي شكرا. عمان ايمان روكي او الروكي، افضل مهاجم في تاريخ مصر والاهلي. هتعمل مباراه اعتزال يا متعب ولا؟ ان شاء الله. انا المفروض ان انا ماضي العقد بتاعها وماضي العقد مع مستني. كنا المفروض هنعمله قبل كاس الامم، بعد كده الظروف ما سمحتش عشان كاس الامم بقى في مصر، وبعد كده بعد كاس الامم، لكن برضو الدنيا ما اتظبطتش يعني. فالفكره كلها ان احنا نلاقي وقت مناسب
في شهر 12 لان احنا بنتكلم مع انديه والانديه اللي بنتكلم معاها هي انديه كبيره فبيبقوا حاطين الجدول بتاعهم فبنحاول نشوف يا اما في شهر 12 يا اما اضطر استنى انديه كبيره اوروبا انديه عالميه هم اكبر اربع انديه في في, في 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 ممكن نقول يعني يعني في الغالب الكلام يعني او الاتفاق ان المباراه هتتم مع يوفنتوس يا ريال مدريد يا برشلونه يا ليفربول يعني واحد من الاربعه دول وده اللي مخلينا متاخرين يعني ده اللي مخلينا مش عايزين كان في فرص كتير لانديه تانية لكن ده اللي مخلينا قاعدين مستنيين الشركه كمان اعلام مصريين هم اللي اشتروا المباراه فهم اللي عايزين يختاروا يجيبوا فرقه كبيره فمستنيين فده اللي مخلينا متاخرين بس لكن هيحصل بس الجدول بس بتاع الانديه يبقى فاضي بحيث ان احنا نسكن المباراه في يوم يكون فاضي بالنسبه لهم ونقدر نعملها فاتمنى ان هي ما تطولش لكن على ابعد الحدود هتبقى يعني مع نهايه الموسم يعني في شهر 5 السنه الجايه الموسم ينتهي ممكن بس في دماغك كده كده لا هي موجوده لان طيب. هي موجوده النهارده حفله زي ما قلت لكم حفله قول الو يا قناص سعد سمير سعد سمير قناص دي على طول سعد سمير على طول وش كده خلاص انا عشرة سنين يا كابتن اسلام عامل يا سعد الحمد لله كابتن عماد حبيبي الاخبار والف سلامه عليك وترجع بالسلامه الله يسلمك يا كابتن عماد منور الدنيا ووحشنا كتير ووحش الناس كلها وحلقه جميله ومنور الدنيا كلها كابتن ربنا يخليك يا سعد وطمني ايه الاخبار هترجع امتى؟ يعني ان شاء الله في خلال 10 ايام ان شاء الله اكون موجود في التدريب ان شاء الله على خير ان شاء الله على خير ربنا يكرمك وما تستعجلش يا سعد تستعجلش خالص كابتن دي اهم حاجه دي اهم حاجه تستعجلش خالص ارجع اهم حاجه ترجع سليم لسه الموسم ما بداش ولسه عندك وقت طويل ارجع سليم عشان ان شاء الله ما تخرجش من الملعب تاني ان شاء الله سعد ان شاء الله كابتن عماد ان شاء الله باذن الله ممكن اسلم عليك يا كابتن سعد اتفضل يا كابتن اسلام ممكن يعني عادي ولا معلش الحوار خدنا بس لا يا سيدي ده منور يا سعد طبعا وقناتك وبيتك وواحد من كباتن الفرقه يعني شوف طبعا. سعد سمير دلوقتي بقى واحد من كباتن الفرقه لسه كان ناشئين وشباب وما زال وربنا يديله الصحه والعمر يعني ولكن كابتن من كباتن الفرقه شرب من وائل جمعه يعني سعد شرب من وائل جمعه كان قاعد وبيتعلم ووائل اداله نصايح كتيره جدا وسعد بيعمل بيها بشكل كبير وهتكلم وارجع واقول نفس القصه مواصفات الرجوله موجوده في سعد لعيب راجل لعيب ملتزم لعيب بيحب النادي وبيحب زمايله ومخلص في شغله كل الصفات دي الصفات اللي بتكون موجوده في اللعيب هي دي الصفات اللي تنفع اللعيب النادي الاهلي سعد واحد من اقدم اللعيبه اللي موجوده دلوقتي وواحد من الكبات اللي موجودين في النادي الاهلي لعيب بيحب زمايله لعيب محترم جدا لعيب راجل زي ما قلت فدوره مهم جدا في الفتره دي والفتره اللي جايه سواء هو موجود دوره مهم وهو في الملعب لو مش موجود خارج الملعب دوره مهم جدا جدا على طول الفتره الاخيره حتى لما انا كنت موجود كان سعد بيتكلم بشكل دايم مع اللعيبه اللي جنبه واللعيبه الصغيره كان في لعيبه صغيره معانا كان بيتكلم معاهم باستمرار لان هو سعد اقرب شويه يعني بيتكلم سعد بيحب التهريج وبيحب الهزار فكان اللعيبه اللي بتطلع من الناشئين او اللعيبه اللي تكون موجوده معانا بتنضم بيحاول يقربهم يعني يضمهم ويدخلهم في فكره الاجواء بتاع الفريق الاول النادي الاهلي واللعيبه ما تبقاش خايفه سعد كان بطريقه كوميديه بيحاول يدخلهم في الحته دي راجل وزي ما قلت ما بيبخلش بمعلومه لزمايله يعني طول عمره الحقيقه سعد يعني كلام مهم جدا من نجم كبير كلام ده بيتبروز عشان من نجم كبير واسطوره كبيره في النادي الاهلي انا بس يا كابتن اسلام يعني مش هطول بس عايز اتكلم بس مواقف معينه باختصار على كابتن عماد متعب اتفضل لان عماد متعب ده بالنسبه لنا احنا في فرق بين النجوم والاساطير فعماد متعب انا بشوف ان هو من الاساطير اللي جت في تاريخ النادي الاهلي ايوه طبعا منتخب مصر طبعا عماد متعب من الناس اللي ما يعرفوش يعني خسران كتير عماد متعب قبل ما يكون لعيب كبير جدا ورجل كبير جدا هو انسان وشخصيه تحس ان اخوك الكبير معاك تحس ان صاحبك تحس ان واحد قريب منك جدا بيصاحب في الملعب بيتكلم معاك بيوجهك احنا افتقدناه جوه الملعب وافتقدناه بره الملعب الفتره اللي فاتت فرق معانا كتير في ناس كابتن اسلام كانت بالنسبه لنا بنحس ان في ظهر معانا في الملعب بنحس ان في سند معانا في الملعب هو عماد متعب كان من ضمنهم حسام غالي كان من ضمنهم كابتن وائل جمعه ابو تريكه بركات النجوم دي كلها بس عشان عماد متعب لسه مبطل قريب شويه
فكنا حاسين ان لسه في حاجه من الريحه الحلوه بتاعه الزمن اللي فات. فمتعب طول عمره بالنسبه لنا لما يكون هداف منتخب مصر وهداف النادي الاهلي ومن اعظم الهدافين اللي يكون في تاريخ مصر، هو بالنسبه لنا اعظم اخ واحسن صاحب واحسن نجم كلنا بنستخف بيه. لما بنسافر افريقيا السفريات الاخيره لما كان هو موجود بنشوف حتى الفرق الثانيه اللي هي الناس الافارقه او الناس اللي في شمال افريقيا عارفين قيمه عماد متعب وعارفين مكانه عماد متعب. حبيبي يا صاحبي نفسنا طبعا يكمل معانا اكتر من كده، لكن هو حرمنا منه شويه، لكن بنستمتع بيه في التحليل وبنستمتع بيه في وجوده. بتمنى له التوفيق وربنا يوفقه في اي مجال ويبقى موجود الفتره اللي جايه، لكن يظل عماد متعب من اعظم اللعيبه ومن اعظم الهدافين اللي جم في تاريخ مصر وفي تاريخ النادي الاهلي. انا في موسم جبت فيه 6 اجوان يا كابتن اسلام كلهم بدماغي. احنا كنا في التدريب هو يقعد يقول لي الكره جايه من هنا ما تحطهاش هنا حطها هنا. حاول تستخدم رقبتك بطريقه معينه. كنا فعلا بنستفاد منه بشكل كبير جدا جوه الملعب وهو بيلعب ومن التوجيهات والحاجات اللي هو بيقولها لنا فرقت مع معظمنا. وهو كان دايما يقول حاول تستفيد من اللعيب الاكبر منك، الحمد لله استفدنا منه من الجيل اللي قبليه، ودايما اللعيب الصغير بيبقى خسران لو ما اتعلمش من اللعيب الكبير وخصوصا لو كان اسم كبير زي اسم عماد متعب. حبيبي يا سعد. انا بشكرك جدا يا سعد وان شاء الله ترجع. هترجع امتى؟ قلت لي كمان 10 ايام. ان شاء الله باذن الله يا كابتن. هترجع تدريبات جماعيه على طول ولا لسه قدامك وقت شويه؟ ان شاء الله تدريبات جماعيه ان شاء الله باذن الله. يعني بس ما تستعجلش لانه وجودك مهم جدا 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 الفتره طبعا اللي جايه يا سعد، فما تستعجلش عشان انت عارف الاصابات دي بتبقى. ربنا يرجعك بالسلامه. ترجع بالسلامه ان شاء الله. وحتى الفرقه ويعني نتمنى لك كل التوفيق يا سعد. شكرا جزيلا للنجم سعد سمير. طيب يعني انا كل شويه هفتح التليفون علشان برضو الناس، مهم جدا يكون يعني اشراك الناس معانا متعب مهم جدا، والحقيقه ما بين هنا وما بين هنا طبعا. طيب ارائهم مهمه جدا كمان يا كابتن. نعم؟ اسلام ارائهم مهمه جدا طبعا، لان انت طبعا بتحس بنبض الناس سواء عن طريق المسجات اللي بتجي لك او عن طريق انك تقابلهم في الشارع، بتعرف انت واصل لحد طبعا فين. بتعلم باخد بنصايحهم وبتعلم، لو في واحد بيكلمني يقول لي يا عماد لا قلل من حركه ايدك في الاستوديوهات بقلل، حاول تبقى صح. اهدف الحاجات دي كلها بس حتى دلوقتي بتسمع. بسمع انا بسمع طول عمري. طيب وبما انك عايز تسمع خلينا نسمع برضو، وبعدين لما نرجع هقول لكم ده مين. نسمع ونرجع نكمل. تاخرت بحثا عن كلمات تليق بك، فوجدت أن حبك لا تقدره عباراتي. الرقم 10 ويام أضاق الخصوم الخيبة والحسرة، إنه عماد متعب يا سادة النجم الكبير أبو تمارة. العمدة عماد أقولها لك وبالصوت العالي، ارفع راسك وامسح همك، خلي بالك من نفسك، انسى وارمي الهموم ورا ظهرك، ولو في يوم الكرة غدرت بيك افتكر انه ربنا جنبك وهيحميك. لو في يوم وقعت يا عمدة ما تبصش على اللي بيضحك، وشوف الايدين اللي هتتمد وشوف العيون اللي هتساعدك، فكر في اللي بيحبوك وعمرهم ما هينسوك، الماضي خلاص راح وانساه، ما تفكرش انه حلمك تاه، دي الشمس لو غابت يوم هتيجي تاني تنور الكون، هتيجي معاها حلم جديد، هيجي الحلم يدق بابك، دي الابتسامة، دي الابتسامة منك تشفينا، والدمعة اللي في عينيك تبكينا، قلوبنا بتدعيلك، فين مش هنسيبك، ومهما الناس تقول هتفضل في قلوبنا على طول. العمدة عماد نجم الكرة المصرية عماد متعب سيبقى في قلوبنا وفي ذاكرتنا الصورة، ونجم كبيرة في كرة القدم العربية والمصرية. لا ما تجوش عليا انا يعني، ده مش محتاجين انا في حاجه لا خلص. دي عايز اقول لك والله هشام معمر طبعا بالظبط، يعني انا نفسي اوصل له عشان اكلمه واشكره. يعني نفسي يبقى اعرف اي طريقه تواصل ليه، يعني سواء تليفونه او اي حاجه. لو يا ريت يا ريت بعد اذنكم لو حد يقدر يجيب لي رقم تليفونه، لان يمكن من اهم واجمل الكلام اللي انا سمعته في حياتي من يوم ما لعبت كوره لحد وقتنا هذا. بشكره طبعا لان كلام طالع من القلب وواصل لي وبيشرح كل الحاجات اللي انا مريت بيها. انا بشكره بشكل كبير جدا، ولو قعدت اشكره سنوات طويله على الكلام ده، لان الكلام ده بالنسبه لي مهم جدا جدا جدا،
ومن الحاجات اللي بتأثر فيها كل ما بسمعها. عماد بلبيس اخبارها ايه؟ شرقيه. يعني انا عارف ان انت من الناس اللي يعني انت كنت قريبا في نادي بلبيس كمان بالظبط الحاج حموده بالظبط بتدعو من النادي وبتدعو دائما. وانا اللي لفت نظري وخلاني طبعا اسم المعلق هشام معمر انت لو انا عارف انا فلسطيني انا عارف اسمه طبعا. من الحاجات اللي لفت نظري في كل المكالمات ان كل الناس بتقول الجانب الانساني. فالجانب الانساني بالنسبه لك ان انت الشرقيه وبالبيس وان انت تساند النادي بتاعك اللي انت بدات فيه واللي انت عشت فيه واهلك وقد ايه انت بتبقى بار باهلك جدا. كل اخوات عماد الحقيقه قريبين مني جدا وعارفهم بشكل شخصي وبعيدا عنه خلي بالكم خالص لان الناحيه الثانيه انا ببقى قاعد كتير في الناحيه الثانيه في ناحيه العاشر والحاجات دي فبعرف حاجات كتير. وجودك برضو في الشرقيه وبالبيس تحديدا ومساندتك للنادي الكلام ده بيفرق معاك. والبدايه انا بحب الكلام ده ليه او الناس تفهم الكلام ده ليه؟ عشان انت مثل وقدوه لناس كتيره جدا. تعرف ان انت عمرك ما نسيت انت قريب كنت في نادي بالبيس كنت مع الحاج حموده بالظبط وكنتوا قاعدين وشايف لك صور وهو بالزبط. كان بيتكلم معايا وبيقول لي ان عماد ما بنعوزه بنلاقيه. بص يا كابتن اسلام في البدايه انا اللي انا حققته في حياتي كلها البدايه طبعا يعني كنت اتمنى ان والدي الله يرحمه يبقى شايف ده لكن يعني قدر الله ما شاء فعل والدتي واخواتي هم بعد ربنا سبحانه وتعالى هم اللي كانوا في ظهري ومسندني بشكل كبير جدا جدا ويعني هم يعني وقفوا معايا بكل الطرق وانا هم اهم حاجه في حياتي. وبعد كده ربنا كرمني بزوجه بقت كل حياتي هي وبناتي يعني وقفت معايا بقى في فتره كابتن اسلام هي الاصعب بالنسبه لي سندتني بكل الطرق استحملت حاجات كتيره جدا جدا فيعني ربنا يخليها ليا وما يحرمنيش منها ابدا هي وبناتي. نادي بلبيس ده الاصل ده الاساس بلدي يعني الشرقيه بلبيس هي الاساس. انا خرجت من بلبيس كنت بلعب في نادي بلبيس لحد سن 12 سنه وبعد كده رحت لاختبارات الناشئين. اي وقت بيطلب مني ان انا اكون موجود هناك بكون موجود. اي وقت الناس هناك محتاجه مني اي حاجه اقدر اقوم بيها هقوم بيها من غير ما افكر لان دول اهلي ودول ناسي وهم ليهم فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا ابقى موجود هنا. في لعيبه كتير جدا في بلبيس عندها امكانيات لكن ما جاتلهاش الفرصه وده الفتره اللي جايه انا احاول اشتغل عليه بشكل جيد بالنسبه يعني المواهب اللي موجوده في الشرقيه عامه مش بالبيس بس في الشرقيه عامه لان في ناس كتير جدا ما عندهاش القدره والامكانيات ان هي تظهر موهبتها دي ان هي تيجي اختبارات او الناس تشوفها. هحاول اشتغل عليه بشكل جيد ان الناس دي تاخد فرصها وتاخد حقها لان في لعيبه كتير جدا موجوده في الاقاليم لو اتشافوا بشكل جيد هيبقوا ليهم دور في الكره المصريه. عماد شفت محمد صلاح قريب؟ يعني انا كنت شايف لك صوره لي قابلت صلاح اكتر من مره اتكلمتوا في ايه؟ محمد من النجوم الكبيره جدا الصوره هي معانا كان في الجونه دي في الجونه دي في الجونه. انا يمكن قابلت صلاح في الفتره دي مرتين قابلته في الجونه وقابلته في معسكر المنتخب. صلاح راجل مركز بشكل كبير جدا في شغله مركز لا مركز في شغله ملتزم جدا جدا عارف هو بيعمل ايه. ببارك له طبعا النهارده سجل هدفين حاجه يعني ولا اجمل ولا اروع. عندي تمارا وسيلين عملوا ايه بيعشقوا حاجه اسمها لا بيعشقوا حاجه اسمها صلاح بيعشقوه بشكل غير طبيعي. يمكن تمارا كنت خدتها في مباراه المنتخب طبعا انا صورتهم معاه في الجونه طول الوقت بيكلموني عن صلاح طول الوقت بيكلموني عن صلاح ويقولوا لي طب يعني ده صلاح بيجيب جوان ده صلاح هداف ده صلاح بطل يعني مركزين مع صلاح اكتر ما مركزين معايا من ناحيه الكوره. في الجونه اتصوروا معاه وتمارا يمكن خدتها في مباراه المنتخب مصر فشاورت له ساعه السلام الوطني. فزعلت جدا ازاي هي تشاور له هو ما شاور لهاش. قلت لها يا بنتي هو مركز في الماتش ما ينفعش يشاور لك ده السلام الوطني. اصرت ان انا لازم تروح تسلم عليه فخدتها طبعا كان في يوم فري بالنسبه للمنتخب
رحت فكلمته ورحت له في اليوم الفري واتصور معاهم وقعدت معاه اتكلمت مع المنتخب واتكلمت بتكلم معاه عن حاجات كتيره جدا جدا. راجل مركز بشكل كبير جدا. يمكن صلاح كان زعلان من اللي بيحصل ساعتها اعتقد. شيء طبيعي بيزعل لما في ناس بتتكلم او بتقول عليه حاجات هو ما بيعملهاش اصلا. هو الراجل مركز في شغله ومش مركز في اي حاجه تانية غير في شغله. زي ما احنا شايفين هو ناجح بشكل كبير جدا جدا. حقق انجازات يعني اي واحد في مصر بيفخر ان في لعيب عندنا اسمه محمد صلاح. النهارده لو انت قاعد بتتفرج على المباراه مباراه الارسنال الناس قاعده محمد صلاح بص يعني ده العالم كله الجون العالم كله العالم كله. انت لما يكون عندك لعيب العالم كله بيتكلم عنه ده انت لازم مش تحافظ عليه ده انت تحطه في حته كده محدش يقرب له محدش يقرب له نسيبه ينجح نسيبه يكمل. يعني انا قلت لصلاح قلت له ربنا يكرمك ربنا يكرمك لا عينك على طول على البطولات. انت عندك فرصه من ذهب. انت خدت السوبر الاوروبي دلوقتي عندك كاس عام الانديه عندك ربنا يكرمك الدوري الانجليزي تقدر تحققه فرص تخليك احسن لعيب في العالم تخليك احسن لعيب في افريقيا انت خدتها مرتين تاخدها المره الثالثه انجازات حقق طول ما انت عندك القدره تحقق انجازات حقق انجازات حقق انجازات سنتين متتاليتين هداف الدوري الانجليزي يا جماعه ده السنه دي ده دوري قوي جدا 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 ان انت تبقى هداف الدوري الانجليزي على مدار سنتين والسنه دي بادئ بدايه بسم الله ما شاء الله قويه. اللعيب لما بيتعب وبيجتهد ربنا بيكرمه طبعا. ده راجل اخلص واجتهد واشتغل على نفسه بشكل كبير جدا وما يعني عارف بص في فرق ان انت تحلم بحاجه وتقول انا مش هقدر احققها هو بيحلم بحاجه ومقتنع انه يقدر يحققها فعشان كده ربنا بيكرمه بيحب زمايله متواضع لحد دلوقتي متواضع بشكل كبير جدا جدا بيتعامل مع الناس باحترام كبير جدا 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 فده اللي مخلي محمد صلاح موجود ووصل للمرحله دي وهيوصل ان شاء الله. وانا قلت له قبل كده وبقولها له تاني هتوصل لمراحل اكبر من كده بكتير لانك تستحق وتستاهل لانك شخصيه محترمه وشخصيه بتخلص في شغلها. تمام اخر حاجه بقى من ناخد من تويتر 5-6 كده وبعد كده ارجع اسالك بقى على اشرف مجدي بيقول لك بنحبك يا جان ربنا يكتب لك يا رب ويصلح حالك. عماد متعب اهلاوي 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 شكرا طبعا أشرف. اكيد ربنا يخليك. هاجر حماد بتقول بالرغم ان انسان سعد سمير انسان دمه خفيف الا ان مداخلته النهارده ابدا وكان في قمه الحزن وانا مسكت نفسي بالعافيه. لا ليه بالعكس سعد كان سعد لا بص يا كابتن انا مش انا اللي مش عايز اخده بالظبط الحته دي لكن سعد بالظبط لكن انا لو انا ما كنتش عايز اخده بالعكس انا عايزه كده اللعيب لما عايز بيبعد دلوقتي كده بالظبط لما بيبعد من على الملعب ويجي له اصابه بيبقى متضايق نفسيا وسعد مزبوط. قادر انه يرجع وهيرجع وهو لعيب راجل وبطل فهيرجع. عمرو ابراهيم كابتن متعب من احسن مهاجمين مصر على مر التاريخ اتظلم خلاص يا جماعه انتوا كل شويه ترجعوا له في احمد فاز بيقول وحشتنا قوي يا ابو تماره ونفسنا نشوفك تاني في الملعب. هزار يا جماعه على فكره هو كان بيقوله ده كان هزار الا بقى في عوده جوزيه بالظبط هم اللي عايزين مش حد بالظبط. شهبندر تجربه كابتن عماد انا لما بتخنق من حاجه في حياتي بجيب اهدافك واهداف الجيل اللي انت كنت بتلعب فيه وانا من بلبيس واحتفلنا قدام بيتك بعد جول الجزائر بالزبط. حاجه جميله انت الكلمه دي بالنسبه لي مهمه جدا وحاجه حلوه جدا. واحد مخنوق في حياته بيجيب اهدافك ما بيعملش حاجه ثانيه بيبقى مبسوط بيها. بص يعني ما انا هفضل اكرر انت لما تسمع الكلام ده تحس انك الحمد لله حققت حاجه عارف ترجع تقول يعني نفسي الدنيا الزمن يرجع بيا ثاني عشان احقق اكتر صح. علشان الناس تبقى مبسوطه اكتر لما تشوف سعاده وفرق. احنا كان الهدف الرئيسي بتاعنا في الملعب وانت كنت موجود معنا كابتن اسلام وكابتن الكابتن بتاعنا وراجل قدوه لينا في الملعب. ده الصوره دي سعيد فاكر ده اللي لا بس انا هقول موقف انت عملته في القصه دي بس بركات ما يزعلش مننا. الهدف بتاعنا ان احنا الناس دي ما تروحش زعلانه يا كابتن اسلام. طبعا كان كل يعني الهدف الرئيسي مش ان احنا نكسب النهارده كام او مين يبقى كويس. الناس اللي بتتفرج علينا في البيت او في الاستاد ما تروحش زعلان ما تروحش زعلان. فطول ما انت حاطط الناس دي في دماغك عمرك ما حتى لو كنت وحش بس مش هتبقى مقصر مش هتبقى مقصر مش هتبقى مقصر. يمكن الصوره دي طبعا قلنا كده الصوره تاني نشوف الذي مضى الذي مضى دي في احد الاعلانات طبعا وبعد كده انت عملت موقف انا ما قدرتش اعمله انا ما جاليش الجرأه ان انا اعمله صراحه مع بركات وبركات زعل مننا بس زعل منك انت اكتر ماليش ما تزعلش مني انا لا لا بعرف اجيبه ازاي لا ده بعرف اجيبه ازاي. بركات من انضف الشخصيات اللي عملت معاه في حياتي ايام جميله ايام جميله. بص يعني شوقي قال جمله بس هو دايما كان يقول لك ايه اللي يقع
بالظبط على طول دوس عليه دوس عليه. لا بركات يعني انا عايز اقول لك كل مره دايما بتجيب سيرته يعني مع وائل جبنا سيرته مع وليد مع كل الناس الشخصيه المحترمه والنظيفه والراجل طبعًا. الراجل اللي بتلاقيه في اي وقت واحد زي بركات من انضف الشخصيات اللي اتعاملت معاها في حياتي. شاوي قال جمله مهمه جدا وانا هقولها من بعده، احنا محظوظين ان احنا لعبنا معاكم. مظبوط، محظوظين ان احنا كنا في جيل في لعيبه محترمه ولعيبه رجاله شربونا يعني ايه رجوله في الملعب، شربونا يعني ايه الانتماء والالتزام داخل الملعب صح. وخارج الملعب اتعلمنا منكم كتير، شلتونا في مواقف كبيره جدا ومواقف كتيره جدا، فبيبقى محظوظ يعني اللعيب بيبقى محظوظ ان هو يتحط مع لعيبه تديله المعلومات والنصائح اللي تفيده في حياته في مستقبله. فانا واحد من الناس اللي كنت محظوظه وبتشرف ان انا لعبت مع جيل كان فيه اسلام الشاطر وائل جمعه ابو تريك عماد النحاس عصام الحضري بركات احمد حسن سيد معوض انا مش عايز شادي محمد مش عايز انسى حد يعني شادي طبعا الناس كتير جدا جدا خايف انسى حد بس منهم، لكن انا بتشرف ان انا لعبت مع 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 اللعيبه دي لان استفدت منهم بشكل كبير. احنا اللي كنا بنتشرف، انا شخصيا كنت اتشرف بالتواجد الدائم معاك يا عماد. انا الحقيقه مش عايز انهي الحلقه، ولكن اخر حاجه عايز اسالك عنها عماد قبل ما نجيب عندنا فقره كده هنجيب شويه صور تكلمنا عنها، ولكن يارا نعوم وسيلين وتمارا هذا الثلاثي وثلاثي بنات كله يعني بالضبط. بسم الله ما شاء الله، وعندي اثنين برج الاسد ربنا يخليهم يعني ومامتهم يعني الثلاثه في حياتك اعتقد حاجه حلوه كده وحاجه جميله يعني بسم الله ما شاء الله يعني. بص يا كابتن اسلام انا بشوف دلع ما شفتوش في حياتي. دلع يعني يارا طبعا ربنا يخليها لي و جميله بص طيبه فوق ما تتخيل جدعه جدا وقفت معايا بشكل كبير جدا جدا. كان ليها دور في في, في اختياراتك؟ كانت بتنصحني هي طول الوقت بتقول لي وجهه نظرها وانت اللي بتاخد وانا اللي باخد القرار، لان في الاخر هي في الكوره يعني ما تفهمش في الكوره كويس قوي فما تحاولش تقول جمله هي ما تعرفش معناها، لكن في الاخر بتسمع مني بس كنا بنشوفها دايما بتخش بس يعني طبعا كزوجه يعني كزوجه يعني بتحاول شايفاني اصل انا شخصيه كتومه ما بتكلمش كتير يعني انا بكتم جوايا يعني بتتكلم بقى هي على مش قادره يعني انا بروح ببقى فاصل تماما، ممكن اكون خارج بره السكور واروح اضحك واهزر وهي عارفه ان انا من جوايا بموت هدخل انام، هي عارفه طبعا ان انا خلاص. لما بنام يبقى انا كنت الفتره دي بنام كتير جدا علشان اهرب من اللي انت من منظري مش عايز شكلي يبان قدام انا متضايق. وقفت معايا بشكل كبير جدا، اتصبت اصابات كتيره، تعبت معايا من انتقادات هي اتهمت بحاجات هي مالهاش علاقه بيها تماما. اللي ما يعرفهاش خلي بالك اللي ما يعرفش يا رب بياخد بالمظهر بياخد بالشكل كده فاهم، لكن هي انسانه محترمه جدا جدا وانا بالنسبه لي كزوجه يعني ربنا رزقني بزوجه يعني بجد ربنا يخليها لي ويحفظها لي يعني. تمارا وسيلين بقى يعني دول شقلبوا حياتي يعني لا يعني ربنا يديني الصحة واقدر اسعدهم واقدر اعمل لهم اللي اقدر اعمله في حياتي واربيهم تربية سليمة ويطلعوا بنات يعني صالحين ان شاء الله، و يعني ربنا يحفظهم ويحميهم واسرتي بالكامل مراتي ويعني يارا وتمارا وسيلين هم اهم حاجه في حياتي دلوقتي طبعاً. وهم الـ الحاجه اللي مصبراني اللي مخلياني بعرف اضحك وبعرف لان البعد عن الكوره كانت حاجه بالنسبه لي صعبه جدا جدا، لكن هم اللي بيحاولوا يخرجوني في الوقت ده وهم اللي طول الوقت واقفين معايا ومسندني وسبب البهجه في حياتي طبعا. ربنا يخليهم لك يا متعب. وجاهزين يا جماعه بالصور ولا جاهزين؟ طيب متعب خلينا برضو ناخد ايه اجمل حاجه بتغير مودك منور البرنامج يا كابتن؟ ده ايمان حماده صيد طبعا صيد طبعا عايز اوصل لدي جات لي في الحته جات لك في الحته اللي انت عايزها يعني سبب مشاكلي مع يارا عشان نكون متفقين برضو. ده رشاوي كتير جدا عشان اطلع اصطاد ايوه صح عشان تسيبك عشان اطلع اصطاد لان انا وانا بلعب كوره ما ينفعش اصطاد غير في الاجازات والاجازات هي يعني تقول لي طب ما تقعد معانا لا فدي دي كنت بهزر يعني الصوره دي كنت انا باخدها انا عامه دي ترولينج احنا كنا ماشيين كنت واخد تمارا وسيلين ويارا كنا رايحين سفاري لكن واحنا ماشيين كده قلنا نحط مكنه جر يعني لكن دي الصيد هو بالنسبه لي الحاجه اللي بتفصلني تماما بتطلعك فعلا بره مودك تماما انا بطلع على طول في البحر على طول حياتي في البحر فكره ان السمك وصيد السمك وتشوف حاجات غريبه بتخرج من البحر انت
يعني والصدى بقى وال لا لا الحركه لا احجام كبيره جدا كبيرة نوعيات سمك حاجات بتطلع طول سبحان الله. انت عارف يعني انا بعشق الصيد بقى. انا بس احنا لم نلتقي والله لا والله لم انا خلي بالك انا اسكندراني في الحاجات دي. لا انا على طول لا انا احنا كمان ايام البوصه الصفراء فاكر البوصه الصفراء بتاعت اسكندريه دي. انا دلوقتي في البحر وشغالين بالحداف وجيجنج وبوبنج كله يعني كل في حاجات كتيره جدا. بس انا بالنسبه لي التسقيط هو اهم حاجه. انا بشتغل بالظبط الترولينج اصلا ما فيهوش اي حاجة هتمسكها وهي بتجري مفهوش اي متعة بجيب يعني. اكبر شوية بس يعني لا احنا بنجيب يعني دلوقتي وصلنا لاحجام ارقام يعني. نبقى نتفق بقى على مرة كده اي وقت انا جاهز. الجو فين انا بطلع اي مكان يعني اي مكان الجو هيبقى كويس والوقت ده موسم صيد الوقت اللي بيكون شغال فيه موسم صيد بنطلع لا بيبقى احسن الفترات يعني. هو المواسم بتبدأ من نص اربعة لحد تسعة ده انش دي سمكة دي اسمها انش سمكة عافية يعني من لا دي كنا في اسكندرية كنت بهزر ده هزار ده ده كنت بهزر يعني كل ده هزار في مارينا. لا ده كنا بنهزر يعني كل ده هزار برضه. الله ابو تريكة كمان بمبوتي خدته ابو تريكة بمبوتي خدته دكتور ايهاب والله وبيعرف يصطاد ابو تريكة ولا يعني حببته في الصيد. انا كنت بسيبهم وامشي انا بقى لا والله بعد كده هم يقعدوا يكملوا في يصطادوا هو دكتور ايهاب لا ايام جميله جدا. والصيد هو الحاجه اللي بتخرجني من من اي مود انا فيه سواء زعلان متضايق مكتئب بحب اطلع اصطاد يعني. انا ليا رحله بالرشاوي بيبقى رحلتين في الشهر من دلوقتي ولا دلوقتي بالرشاوي رحلتين في الشهر من غير رشاوي رحله في الشهر. يا يارا من فضلك ابقى سي بي عشان هطلع انا هو مره يعني بعد اذن سمعت يارا بس بعد اذنك يعني الفتره اللي جايه بعد اذنك اهو بنتكلم اهو على الهوا. لا انت مش متخيل ده انا لازم في تحضيرات قبل رحله الصيد طبعا ابدا اسبق واتكلم وزي ما بقول لك رشاوي إيه دي توينه دي اخر رحله دي من 10 ايام والله. جبت جايبينها منين دي؟ دي من الغردقه. جبت اربع سمكات من الغردقه جبت ثلاثه كل واحده دي. كل واحده فيها 30 كيلو والاخيره كانت بترجع بحاجه كيلو. يعني ولا ترجع بيهم اصل في ناس بتعملهم. انا جبت ديب فريزر كبير حطيته في الجراج عندي للسمك كنت الاول يعني مش كله باخده البيت طبعا في حاجات باخدها البيت في حاجات بتتوزع طبعا طبعا لاماكن معينه وفي حاجات بتروح للاهالي والاصدقاء لان السمك ده خد بالك السمكه دي نفاره دي سمكه من يعني طعمها من احلى احلى الاكلات يعني صح. في حاجات كتيره جدا دي رحله بقى كانت رحله بسم الله ما شاء الله كانت رحله قاتله من الرحلات اللي عملنا فيها رقم كبير يعني بس ده شتا شتا ده ما هو ده خلي بالك الموسم اشهر 8 و9 وبتاع بس ده خدنا فيها نفاره بكميات كبيره جدا سمك اسمه نفاره ما شاء الله خدنا كميه كبيره جدا هتلاقي كان سرب معدي ولا حاجه. لا لا ده احنا مكان وكسرنا الدنيا فيه وجت بظروفها وتعرفناه وخدنا منه سمك كتير جدا والله. بعد كده خدنا منه سمك كتير جدا بعد كده اتضرب بقى خلاص. لا نبقى قريب ان شاء الله نطلع دي شعوره بس شعوره كبيره شويه اسمها شعوره الشعوره الكبيره دي كبيره شويه طيب فارس يقول لك منور كابتن احلى متعب في الدنيا من بعد قناص ما فيش مهاجم في مصر عمر الدوري المصري ما هيجيب متعب تاني قناص واحد بس مالك بلس 90 حبيب. كابتن اسلام اسراء عزت او المهم كابتن اسلام اكتر واحد اتظلم بتقديمه للبرنامج ده في الجيل الذهبي ده المفروض تخلي حد هنخلي ممكن نبقى نجيب متعب مره يستضيفني انا بقى يعني ونعمل معاكم برضو حلقه انا عندي حكاوي كتير برضو طبعا ده في اوضه ما شهيره اللي بالكم الاوضه محدش بيقرب لها الثلاثي ده قصه بالظبط شادي بركات اسلام الثلاثه ده انتوا مسكتوني انت كنت موجود يا كابتن اسلام ماتش الزمالك قبل نهائي افريقيا صح؟ طبعا انتوا مسكتوني انت وبركات وعماد النحاس لما جبتوني كان وقتها كان مشكله وانا جيت لكم على المعسكر كنتوا مطلعين عيني يعني مش هنسى انا الايام دي فاروق بيقول عارف يا كابتن اسلام لو نجيب ان شاء الله حلقه مع الكباتن اللي حضراتكم عايزينهم رضا الحوف يقول اقسم بالله متعب من بعدك ده كل ده على الفيسبوك على فكره مهاجم فنان في الاهلي ومنتخب مصر بالتوفيق ابو تمارا يا فنان شكرا دايما متالق يا كابتن الله يخليك متشكر جدا قول لنا موقف بينك وبين ابو تريكه وبركات لو ليك موقف بينك وبين ابو تريكه بينك وبين بركات لا انا على طول يعني من المواقف الكوميديه مثلا كتير لا كتير جدا بس الحاجات اللي كانوا بيتجننوا مني فيها واحنا قاعدين مثلا بنسخن في الماتشات انت متخيل بقى في الماتشات عارف احنا من اللعيبه اللي تركيزنا جوانا مش بكشر مش بنكشر احنا فاصلين تماما وعارفين ان احنا عندنا صح. بس واحنا بنسخن في وقت بنشرب فيه ميه اروح موطي
فاكك رباط الجزمه اللي ابو تريكا وبركات يتجننوا لا بركات ما يتجننش. ابو تريكا يتجنن يا ابني احنا في ماتش. اقول له يا عم انا عملت لك حاجه احنا بنسخن وقاعدين ابو تريكا يتجنن. بركات ياخدها بضحك. هو بركات بيكسل لانه كل شويه يوطي يربط الجزمه ده القصه في الكسل. في الكسل. لكن ابو تريكا يزعل لكن هو ابو تريكا من نوعيه الناس اللي بتركز يعني يعني بيبقى واخد قوي. لكن انا وبركات بنحب نهزر يعني. منور الدنيا كلها كابتن. اتمنى انك تفهم اللعيبه يعني ايه تيشيرت النادي الاهلي. طبعا معظم لعيبه النادي الاهلي فاهمين ولكن طبعا وجود متعب وبقيه هذا الجيل ناس كثيره بتستفيد منهم ومن وجودهم الحقيقه مهما كان. ولكن مهم جدا انك توصل وتبعت رسائل للعيبه من اللعيبه سواء اللي موجوده في النادي او اللي خرجت من النادي. يعني كان انا اوقات كثيره جدا وانا موجود اقول لهم يا جماعه انتوا زعلانين ليه؟ انا موجود وقاعد على الدكه. يعني ما حد لا مش قصدي مش تقليل من حاجه بس عادي يعني وارد انك تقعد على الدكه وما تلعبش. فما يعني في ادوار انت بتقوم بيها غير انك تكون موجود في الملعب طبعا. طيب يعني اخر حاجه معانا نشوف برضو بعض الصور الشخصيه عماد وعايزك تعلق عليها. كابتن صالح سليم اسطوره طبعا اسطوره وتاريخ ونموذج للقيم والمبادئ اللي زرعها في النادي الاهلي وهي موجوده طبعا لكن هو يعني حفرها في النادي الاهلي وقدوه كلنا بنمشي على خطاها. لما رحت له اول مره عماد قال لك ايه؟ قلت له ايه؟ وكان احساسك ايه؟ انا ما صدقتش نفسي. انا ما صدق. انا لقيت كابتن حسام بدري واخدني من ايدي ورايح يعني انا هسلم على كابتن صالح سليم يعني انا مصدوم اصلا. فقال لي بالتوفيق. قال لي بالتوفيق وشد حيلك والحمد لله ربنا كرمني وكان شرف ليا طبعا ان انا سلمت عليه وشفته. قال لك بالتوفيق. قال لي بالتوفيق طبعا. قال لي بالتوفيق وشد حيلك وشد حيلك طبعا. لا طبعا بالتوفيق وشد حيلك انت بتاخد كلمه من رمز من رموز النادي الاهلي طبعا. فلازم تشد حيلك طبعا ولازم تمسك في الفرصه وكان كابتن حسام بدري وقتها كان مقتنع بده ومقتنع ان عماد هيبقى مهاجم مميز في النادي الاهلي والحمد لله ربنا كرمني. كنت صغير كنت صغير في السن. انت ماشي انت برضه انت انا يعني انا خلاص انا ماشي. كابتن حسن حمدي طبعا الانجازات فيما بعد كابتن صالح سليم الله يرحمه الانجازات اللي حققناها كلها كان حققناها في تاريخ وفي عهد كابتن حسن حمدي. راجل اخلاص وانتماء ووفاء للنادي الاهلي ما بعده وفاء نموذج للقدوه وللاداره وللتعامل مع المواقف كابتن حسن حمدي طبعا. طبعا اللي بعد كده كابتن خطيب يعني اسطوره في الملعب واسطوره خارج الملعب. يمكن كابتن خطيب واحد من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ الكره المصريه والكره الافريقيه وفي نفس الوقت من الناحيه الاداريه يعني كان حاضر كل الانجازات اللي احنا حققناها مع كابتن حسن حمدي وكابتن طارق سليم الله يرحمه ودلوقتي بيحقق الانجازات وهو بيقود سفينه النادي الاهلي وقرارات وانجازات ومش انا اللي هتكلم على كابتن خطيب يعني انجازاته كلها بتتحدث عنه. طيب اللي بعد كده مستر مانو الجوزي يعني انا شايف ان كلنا بنحب الراجل بالظبط يعني واحد من اذكى واهم المدربين اللي اتعاملت معاهم في حياتي واللي شفتهم في حياتي. شخصيه قويه جدا جدا شخصيه ذكيه جدا جدا مدرب بمعنى الكلمه. الناس فاكره ان مانو الجوزي راجل الدنيا مشيت عشان كان معاه لعيبه كويسه. لا هو كان معاه لعيبه كويسه جدا وهو مدرب كبير جدا مدرب عبقري داخل الملعب. بيفكر وبيقرا المنافسين بشكل جيد جدا بيقدر يتعامل نفسيا مع اللعيبه بشكل جيد. خططه وبيتعامل مع المباراه واحداثها وهي شغاله باستمرار. راجل يعني هو بعد ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل عليا في النادي الاهلي وهو اللي وصلني وخلاني قاعد في المكان ده في النادي الاهلي. اللي بعد كده طبعا كنت متوقع لازم. كنت متوقع يعني والحقيقه يعني. انا النهارده كان نفسي يكون معايا كابتن حسن لكن طبعا الظروف معينه يعني
غير خاصه بيك اطلاقا طبعا. لا من عارف، لا من عارف، لا 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 طبعا من عارف. غير خاصه بيك كابتن حسن راجل كلنا بنحبه الحقيقه. انا يمكن ما شفتش مدربين في منتخب مصر من ساعه ما طلعت غير كابتن حسن، يعني منتخب الشباب يعني كان كابتن حسن شحاته واعتمد عليه كابتن اسماعيل يوسف، والحمد لله انجازات كبيره اتعلمت منه حاجات كتيره جدا جدا جدا. طبعا كابتن حسن شحاته نفس القصه، واحد من افضل اللعيبه اللي جت في مصر وفي افريقيا وفي اسيا حتى، يعني كابتن حسن شحاته خد احسن لعيب في اسيا. عايز اقول لك انه شخصيه يعني راجل بمعنى الكلمه، اب بمعنى الكلمه للعيبه كلها مش لعماد بس. تعلمت منه حاجات كتير جدا في مراحل الشباب والناشئين، وربنا كرمني وكنت محظوظ ان انا لما لعبت مع المنتخب الاول كان كابتن حسن شحاته هو المدير الفني للمنتخب الاول. حققت اهم انجازات في حياتي مع المنتخب مع كابتن حسن شحاته، فزت معاه باربعه كاس امم افريقيه، وصلت معاه كاس عالم للشباب، فزت معاه بالبطوله العربيه. راجل يعني لو كان مستر مانويل جوزيه في النادي الاهلي هو صاحب الفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، فكابتن حسن شحاته في المنتخب هو صاحب الفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. الاثنين دول هم اللي عملوا عماد متعب، وهم اللي حطوا عماد متعب في المكان اللي هو موجود فيه، وهم اللي ساعدوا عماد متعب انه يحقق انجازات سواء مع النادي الاهلي او منتخب مصر، وعلموني حاجات كتيره جدا جدا داخل الملعب وخارج الملعب. بعد كده اخويا غالي احنا دخلنا النادي الاهلي يمكن في اسبوع واحد. سام غالي دخل قبلي بحوالي اسبوع، عشنا مع بعض سنين طويله في استراحه ناشئين في النادي الاهلي ومواقف كتيره جدا وسنوات طويله. وحسام اخ بمعنى الكلمه، راجل بمعنى الكلمه، كابتن بمعنى الكلمه، واحد عنده انتماء وحب غير طبيعي للنادي وللمنتخب ولزمايله. يمكن كان اوقات بتتفهم ده غلط يا كابتن اسلام ان حسام بيتعصب او بيزعق لزمايله، فاكرين ان في ناس اللي مش عارفه حسام كان بيفتكر ان حسام بيزعق وخلاص وخلاص يعني. لكن حسام غالي كان بيزعق، دي اول الصوره اللي قبل جنبها دي من سنين طويله طبعا. يمكن حسام غالي كان بيزعق للعيبه وبيزعق لنا شخصيا عشان عايزني ابقى كويس، عايزني عارف غيرته عليا وغيرته على النادي مخلياه شايل هموم الدنيا والاخره. حسام غالي يعني قلت له حسام اهدى انت شايل هم كل اللعيبه وشايل هم النادي، عارف يا كابتن اسلام، مركز في التمرين ومركز في الماتشات ومركز في اللي بيحصل في المعسكر ومركز في اللي بيحصل في النادي، مركز في كل حاجه، عايز اللعيبه تظهر في احسن صوره والفرقه تفوز بكل البطولات وتفوز باحسن اداء. ده صعب قوي. حسام غالي في الصوره دي، حسام غالي واسامه حسني واحمد نبيل وحماده السعيد. اسامه اللي واقف وحسام غالي اللي واقف الناحيه الثانيه، وانا اللي قاعد واحمد نبيل. مين اللي واقف في النص؟ حماده لوزه، اسمه حماده السعيد. حماده السعيد يعني حماده واحمد نبيل للاسف ما كانوا في قطاع الناشئين وكان لعيبه مميزه جدا جدا للاسف ما كملوش. واسامه وحسام غالي وانا كملت. اللي بعد كده ولا ايه؟ ولا خلاص؟ ما هو حسام خلاص. اللي بعد حسام الزئبقي. بص يعني بركات زئبقي لغايه دلوقتي. لا انا عايز اقول لك والله انا بركات كلمني بعد مباراه الاهلي وصن داونز. انا عمري في حياتي قال لي ما شفت محمد بركات كده. قال لي كلمني محمد بركات، انا قلت له ده انا حاسس انه حصل له حاجه. والله العظيم ربنا يحميه ويحفظه، يعني انا كنت حاسس انه حصل له حاجه من كتر ما قال لي عماد هات لي اللعيبه كلها. تعالى لي انا عايز بص انا شايف بركات مقهور. مع ان بركات انت عارف بركات مش من نوعيه اللعيبه، مش من نوعيه اللعيبه اللي بقولك فوجئت يعني برضو يعني واضح ان هو عمل لفه يعني بالظبط. مش من نوعيه اللعيبه اللي بركات يعني هو بياخد كل حاجه بس جواه يعني خسرت عادي الكوره مكسب وخساره. لا انا المره دي قلت له هجيلك بكره، انا قلت لمراتي انا قلقان على بركات انه حصل له حاجه، رحت قعدت معاه قال لي يا عماد انا مش عارف قال لي انا ما نمتش. عايزين نعمل قعده زي دي قريب، يا ريت. يلا يا ريت. فبركات لا بركات واحد بص بقى ما عندوش حاجه اسمها تهريج، هو طول ال 90 دقيقه هو وزيع. شوف تشوفه بره الملعب طول بيهزر وبيضحك، لكن في الملعب ما فاصل تماما. بس اول ما الحكم يصفر بالظبط خلاص شخصيه ثانيه خالص. شخصيه ثانيه، راجل محترم ما تسمعلوش كلام، ما بيعملش مشاكل. سنين طويله طبعا ما كانش بيعمل مشاكل غير بقى ماشي، احنا عارفين المشاكل اللي بيعملها. فيعني لبسنا انا في مشاكل كتير في الاوتوبيس على فكره برضو. طبعا هو اكبر مدبساتي في التاريخ. لبسني. لا كنا احنا قاعدين هو قدامي وانا وراه وكنا بنعمل شويه حاجات كده مع عصام الحضري. بالظبط انت خدت بالك. انت عارف نهزر وف بعدين اول ما الخواجه اول ما مستر يبص له جوزيه يبص له قام عامل ازاي؟
هو بيضحك كده كده مره تلاقيه عمل مش بني ادم فظيع مش بني ادم وده الاخر يعني اللعيبه الصغيره يعني هم اللي في القصه دي شالوها لكن مين عاشور. ده حسام عاشور عاشور يا نهار ابيض عاشور اسطوره لن تتكرر في النادي الاهلي لعيب من انضف الشخصيات اللي اتعاملت معاها في حياتي حاجه جميله لعيب راجل لعيب محترم ما تسمعلوش كلمه ولا بقى بتاع انترنت وسوشيال ميديا ولا الكلام ده خالص هو مركز في الكوره وبيته ربنا يخليه لاسرته وربنا يخليه للنادي الاهلي لان فعلا واحد زي حسام عاشور ده محتاجينه جدا يعني مش هتجيب لعيب زيه صح. ولا يحقق ولا هتلاقي لعيب يحقق الانجازات اللي حققها ولا التاريخ اللي عمله في كل حاجه بعد لو قعدت 20 30 سنه فقيمه وقامه في النادي الاهلي كبيره جدا جدا لازم يتحط كده في حته ازاز يتبروز ويتحافظ عليه لما يعوز دي وجهة نظري لأن اللعيب ده يستحق وما بيتعوضش صح وده مكانه كمان قليل بالظبط ما بيتعوضش مش هتعوض لعيب ياخد بطولات بالكم ده مش هتعوض لعيب يلعب مباريات بالكم ده مش هتعوض لعيب ملتزم ومخلص بالكم ده وهتلاقي الجمهور مقدر ده والناس كلها مقدرة يعني كان اهم لعيب في مصر وعمره ما قال يا جماعه انا بروحش المنتخب ليه كان صح. اهم لعيب في مصر وعمره ما قال انا مظلوم اعلاميا ليه يعني حسام عاشور واحد التاريخ هيذكره بافضل واهم مزبوط. الكلمات اللي بعد كده ابا ده ختامها مسك كده امي ومراتي يعني يعني امي ربنا يخليها لي وربنا يحميها ويحفظها ويشفيها عشان هي تعبانه شويه اليومين دول الف سلامه الله يسلمك ف اغلى حاجتين في حياتي هما قدامي مع اخواتي وبناتي طبعا امي تعبت بشكل كبير جدا معانا انا والدي توفى وانا صغير واحنا اربع اولاد فتخيل المسؤوليه وكان الظروف الماديه ظروف متوسطه ناس يعني متوسطين الحال لكن طلعت اربع رجاله الحمد لله متعلمين متربين الحمد لله بشكل جيد سندتني بكل الطرق عشان اوصل انا وصلت اللي انا فيه بدعائها ووجودها جنبي ومساندتها ليا ربنا يحميها لي ويحفظها لي ويخليها لي وهي هي ومراتي يعني يارا وامي هم اغلى حاجتين في حياتي ولو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي زيهم ربنا يخليهم لي ويحفظهم لي واخواتي طبعا وليد ووائل ومحمود وبناتي تمارا وسيلين يعني حاجات بالنسبه لي هي الاهم والاغلى في حياتي كلها. متعب شرفت ونورت يعني شكرا. انا المفروض كنا هنقعد لغايه الساعه 1 الساعه دلوقتي 2 الا ربع. يعني أولا بشكر الدكتور محمد طبعاً. على إتاحة الفرصة ولو كنا قعدنا لغاية 5 إلا ربع كنا هنكمل على فكرة بأسئلة الجمهور فقط بعيداً عن أسئلة الإعداد ده يدل فيدل على أن أنت راجل محترم الناس كلها بتحبك مهما كان هناك من أخطاء الأخطاء كلها بتعدي إذا كنت بصح بتبقى في النهاية متعب يظل جوه قلوب كل جمهور النادي الأهلي فأنا بشكرك على هذه الحلقة وبشكرك على وجودك معنا ونتمنى لك كل الخير في الفترة اللي جاية. أنا طبعا بشكرك كابتن إسلام وبتشرف بوجودي معاكم وبوجودي في قناة النادي الأهلي وبيتي ومع جمهور النادي الأهلي اللي أنا بفتقده بشكل كبير جدا ووحشني بشكل كبير جدا وبشكر دكتور محمد العدل طبعا أنه أضاف لنا الوقت وخلاني أقعد وقت أطول هنا معاك ومع جمهور النادي الأهلي وأتمنى على مدار تاريخي اللي قضيته في النادي الأهلي لو زعلت حد أو حصل مني غلطات أو أخطاء فأنا بشر والناس سامحني عليها والجمهور سامحني عليها بقول كابتن حسام بدري ما يزعلش مني لو أنا قلت أي حاجة النهاردة خالص انا كنت بوضح وده مش معناه يعني وده مش معناه خالص ان انا في حاجه بيني وبينه وما يزعلش مني لو انا كنت قلت حاجه النهارده لان في الاخر هي كوره هو نصيب وهي وجهات نظر اتمنى ان اكون ضيف خفيف واتمنى الجمهور النادي الاهلي ان انا ما اكونش قصرت في اي حاجه خالص واكون عملت اللي اقدر اعمله وحققت اللي مطلوب مني ولو كنت قصرت في حاجه فما تزعلوش مني وسامحوني والف شكر لك أنا اللي بشكرك عماد شرفتنا ونورتنا ودايما بتشرف قناتك وبتشرف بيتك يعني بيتك ودايما بتبقى موجود فيه شكرا كابتن شكرا جزيلا شكرا لك كابتن عماد متعب شكرا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا سهرناكم سهرة طويلة جدا ولكن حضراتكم اللي سهرتونا النهاردة قعدتوا تبعتوا في أسئلة وتبعتوا في حاجات فأنا اللي بشكركم جدا 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 على بكل هذا الزخم اللي حضراتكم عاملينه على مواقع التواصل الاجتماعي بشكركم وإن شاء الله نوعدكم بحلقات
جميلة برضو خلال الفترة القادمة مع النجوم من أمثال الكابتن عماد متعب والكابتن وائل جمعة، الكباتن الكبار اللي كانوا موجودين داخل النادي الأهلي وقد إيه بيحبوا النادي الأهلي. أنا بشكركم، إن شاء الله نلتقي قريبا في برنامج سهرة معنا. عماد متعب، عماد مزعج، عماد مؤلم، هداف يبني.